مساء الخير واهلا بحضراتكم، حلقه جديده من مساء دي ام سي. بالتزامن مع احتفالات اعياد تحرير سيناء وفي اطار خطه التنميه الشامله للدوله المصريه لتنميه سيناء، اليوم دشن اتحاد القبائل العربيه مؤتمره التاسيسي الاول من سيناء بحضور وفد يضم سياسيين واعلاميين ورياضيين ورموز مجتمعيه وعدد من شيوخ القبائل. اختار اتحاد القبائل العربيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا شرفيا خلال تدشين مؤتمره الاول في سيناء، كما أعلن عن تدشين مدينة السيسي والتي أقيم فيها المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد لتكون من مدن الجيل الرابع من حيث الخدمات والرقمنة والتقدم. وفقا لتأسيس هذا الاتحاد فإنه عبارة عن تجمع تنموي واجتماعي وثقافي للقبائل العربية وليس له علاقة بالسياسة. قال النائب مصطفى بكري المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، قال إن القبائل العربية تقف صفا واحدا دفاعا عن الثوابت الوطنية في ظل العديد من التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مشيرا إلى الدور التاريخي لقبائل سيناء في حماية الوطن ووقوفها خلف القوات المسلحة والشرطة. وأضاف المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية أن فكرة تأسيس هذا الاتحاد الذي يضم في مؤتمره الأول رموز وكيانات متعددة تمثل كافة أطياف الشعب المصري جاءت لتحقيق العديد من الأهداف، وفي مقدمتها خلق إطار شعبي وطني يضم أبناء القبائل العربية لتوحيد الصف وإدماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد دعما لثوابت الدولة الوطنية وحشد القوى الناعمة جنبا إلى جنب مع قوى الدولة الشاملة لمواجهة المخاطر التي تحيط بالبلاد من الغرب والجنوب والشمال الشرقي. وأوضح أن الاتحاد يدعم الدولة المصرية في مواقفها الحاسمة في مواجهة مخطط التهجير الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر والسعي الدؤوب إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67، مشيرا إلى أن رسالة الاتحاد لن تقتصر على النخبة أو الرموز، بل سيمتد نشاطه الوطني والاجتماعي إلى كافة أنحاء البلاد في إطار يخدم رسالة المجتمع. ينضم إلينا عبر الهاتف يوسف العرادي أحد شيوخ قبيلة الطرابين بسيناء، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أولا كل عام وحضرتك بخير. طبعا يعني إقامة أو تدشين اتحاد القبائل العربية بيأتي تزامنا مع احتفالاتنا بأعياد سيناء، ماذا طبعاً يهدف هذا التحالف وما هي الأهداف المفترض أن يصل إليها؟ التحالف القبائل العربية طبعا حاجة لأول مرة تكملة لدور المجلس القومي للقبائل العربية من أجل إبراز دور أهالي سيناء، وإضافة طبعا لتكملة المسار التنموي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا بقيادة الشيخ إبراهيم العرجاني، وإعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسي شرف انه يكون رئيس الاتحاد القبائل العربيه والمجلس القبائل العربيه، ده حاجه فخر وتكريم له من القبائل العربيه على مستوى مصر. نعم، يعني اعلنتم اليوم عن تدشين مدينه السيسي والتي اقيم فيها المؤتمر التاسيسي الاول، يعني مفترض انه في بعض الاهداف الخاصه بهذه المدينه ان هي تكون مدينه من الجيل الرابع، ان هي تتميز بعدد كثير من الصفات، ماذا عن هذه المدينه وما هي الطموحات التي تسعون لتنفيذها داخل هذه المدينه الجديده؟ هي المدينه طبعا احنا المدينه المفروض ان احنا ما نطلقش على اي مدينه على اسم الرئيس، طبعا هو دي لفته طيبه من اهالي سيناء وشيخ ابراهيم طبعا لادخل مشروع قومي لتنميه سيناء بعد النجاح الحق في القضاء على الارهاب واعاده الامن والامان لهذه المنطقه. طبعا المرحله دي استهداف المشاريع في سيناء وهي ضخ اكثر من 400 مليار جنيه لمشروعات تنمويه لتوطين اكثر من 3 مليون مواطن مصري على ارض سيناء، وهذا الحدث الاضخم على عبر التاريخ المعاصر، وبعد الامن والامان وتطهير سيناء من الارهاب طبعا بتكمله بكل قوه وكل انتماء بنا كاهالي سيناء تعمير الوطن الغالي. نعم، هذه المدينه تحت التدشين، ايه الطموحات او الاختلاف اللي هيكون في هذه المدينه
وخاصة أنه تم الحديث عن أنه هيبقى فيها رقمنة، هتبقى يعني من المدن الجيل الرابع، هيكون فيها مجموعة من السمات والمميزات اللي هتبقى خاصة بهذه المدينة. والله المدينة دي هتبقى في ليها يعني أنها تبقى في صحراء، في أقصى صحراء سيناء، تقع في منطقة العجراء في البرث، حيث منطقة شهداء سيناء من قوات الجيش والشرطة وأهالي سيناء. فهذا بيدعي ان احنا النهارده كسرنا الارهاب، وهذا احنا بنعمل مدينه جديده لاهالي سيناء في هذا المنطقه، ولاهالي ولتدشين الشعب المصري، و ان سيناء امنه زي ما قلنا قبل كده، ان سيناء امنه 100%. نعم. النهارده في الارسال اشتغل في المنطقه هذه، وهي مش هي بس المدينه دي، هتبقى في 18 مجتمع تنموي في سيناء بعد ذلك ان شاء الله. طيب يمكن النهارده كمان في التاسيس وفي المؤتمر تم التاكيد على انه هذا التجمع هو تجمع تنموي واجتماعي وثقافي طبعا للقبائل العربيه وليس له علاقه بالسياسه. ممكن توضح هذا التاكيد اللي تم اعلان عنه اليوم في تدشين هذا التحالف؟ والله هو تدشين اولا طبعا النهارده انا ببارك للشيخ ابراهيم العرجاني، هو النهارده رئيس المجلس اتحاد القبائل العربية، إضافة طبعا للمجلس، ولأنه مش بس من سيناء، طبعا هيبقى في ناس من مطروح، من حلايب وشلاتين، من جميع مناطق القبائل والمحافظات الحدودية، طبعا من أجل انتمائنا لسيناء وأعضاء أهالي سيناء حقهم بناء المدينه الجديده هذه التنمويه الحديث على الطراز، هيبقى في حاجات محترمه جدا ليهم. في قلب الصحراء حضرتك انت لو شايف على التلفزيون صحراء، يعني الحاجه دي هتبقى دافع قوي ان القياده السياسيه مهتمه بها بيكم، وقريبه من الحدود، ان المنطقه دي تبقى قريبه من الحدود. لا حاجه محترمه جدا طبعا. كمان النهارده على لسان المتحدث الرسمي اوضح انه الاتحاد بيدعم الدوله المصريه في مواقفها الحاسمه في مواجهه خطط التهجير الذي يستهدف تصفيه القضيه الفلسطينيه على حساب مصر والسعي الدؤوب الى تصفيه القضيه الفلسطينيه. كيف سيعمل هذا الاتحاد على تعزيز القضيه الفلسطينيه ومواجهه طبعا خطط التهجير؟ مواجهه التهجير ان احنا كلنا خلف القياده السياسيه قلبا وقالبا. احنا مع عدم تفريغ القضيه الفلسطينيه كقبائل عربيه متوحده خلف القياده السياسيه. ارضنا ارض سيناء او ارض مصر، دي ارض لمصر فقط لا غير، وليس من حق احد دخول لارض مصر. احنا خلف القياده السياسيه الممثله في الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحه المصريه، الشرطه المصريه، ان احنا النهارده بنقول في تدشين الاتحاد مجلس القبائل العربيه بقدر الشيخ ابراهيم العرجاني، اننا لن ندخل اي احد بدخول اي شبر من اراضي مصر. نعم. واحنا مش مع تفريغ القضيه الفلسطينيه، وارض مصر محرمه على اي عدو. بشكرك شكرا جزيلا يوسف العرادي، احد شيوخ قبيله الترابين بسيناء، شكرا جزيلا لحضرتك.
انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية ووعيا وإدراكا بالتحديات التي تواجه الوطن على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وتأكيدا على الدور التاريخي الذي تلعبه القبائل في مسيرة الوطن ودعم مؤسساته، نعلن من هنا من أرض سيناء الغالية تأسيس اتحاد القبائل العربية. نحتفل هذا العام بأعياد 25 أبريل والعام الماضي فقط، ولكن أعوام الماضية حرمنا كأبناء سيناء من إقامة احتفالات نتيجة الإرهاب الأسود، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ورجال القوات المسلحة والشرطة وإنشاء اتحاد قبائل سيناء اللي أنشأه المهندس إبراهيم العرجاني طهروا سيناء تماما من الإرهاب، وهذا جهد يشكروا عليه. الحمد لله. طبعا المدينة دي كان فيما مضى كان يعتبر هي عكر ومعقل التكفيريين، والحمد لله بجهود القوات المسلحة وبجهود القبائل الإرهاب خلص، والنهاردة اتحاد القبائل العربية كلهم بإجماع أجمعوا أنهم يعملوا مدينة نموذجية ويطلقوا عليها مدينة السيسي. ده أولا محبة في سيادة الرئيس السيسي، وحيعملوها بالمجهودات الذاتية وحتبقى مدينة نموذجية، بل وهم كمان يعني أول ناس حيكونوا من سكان مدينة السيسي أسر الشهداء على مستوى الجمهورية أيا كان، سواء من سيناء من مصر من القاهرة. ونعمل فيها حاجات، يعني حنعمل فيها مشاريع وحنعمل فيها تربية مواشي وحنعمل فيها حاجات زراعية وحنعمل فيها حاجات صناعية الحمد لله. وأكيد طبعا أنتوا جايين شفتوا المباني، يعني احنا مش بنتكلم كلام، المباني طلعت والحاجات طلعت وأكيد أنتوا شايفين وصورتوا الحاجات دي، فإن شاء الله خير. وبعدين احنا اتحاد القبائل العربية الحمد لله، يعني القبائل العربية كلهم مجتمعين وتوحدوا، الأساس بتاعنا دعم مؤسسات الدولة والوقوف بكل قوة وحزم خلف سيادة الرئيس السيسي. احنا القبائل العربية لما نتكلم عن القبائل العربية وعلى صعيد مصر وعلى السلوم وعلى مطروح وعلى البحر الأحمر وعلى سيناء، فدول لما بيعملوا لهم كيان هم كانوا خمس كيانات، الخمس كيانات توحدوا كلهم في كيان واحد اللي هو اتحاد القبائل العربية. وإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني الأفعال تسبق الأقوال بعون الله. احنا طبعا رسالتنا لكل اتحاد القبائل وشباب القبائل وشباب اتحاد القبائل العربية على مستوى الجمهورية، كلنا لازم نبقى يد بيد ومتحدين ونعمل ونقف كلنا في خلف سيادة الرئيس، لأن تاريخنا احنا معروف، احنا تاريخنا معروف والكلام ده كان فعل قبل الجول، وإن شاء الله خير بإذن الله. اليوم النهاردة يوم عيد عند أهالي سيناء، يوم تاريخي، يوم يكتب بأحرف من ذهب. المدينة هتبقى ذي المدينة هتبقى مدينة عالمية للأجيال القادمة. المدينة الهدف منها يعني تنمية الصحراء، أن فعلا سيناء هي على الطريق الصحيح. دور أهالي سيناء أن احنا نبتدي معركة التنمية، وإن شاء الله احنا بنطمح أن احنا نوصل نشوف أهم مشاريع تخدم أهالي سيناء، وأن احنا نوظف الشباب اللي زي من سني. شباب كثيرة من سني النهاردة كلهم شباب طموح، فاحنا بنطمح ان احنا نشوف نعمل مشاريع في سيناء ونطور سيناء بحيث ان احنا نقلل البطاله اللي في سيناء، وكل الشباب اللي من سني والاكبر مني والناس دي كلها وخصوصا الاولاد والنساء، في فتيات كثيره في سيناء النهارده وتعلمات عندهم شهادات، مش عصام بس طيار، في ناس كثيره من سيناء دكاتره وفي ناس زي طيارين من سيناء وناس مهندسين. فالنهارده احنا حابين نقول لكل العالم انه سيناء اولادها عرفت تربي جيل متعلم، جيل جيد، جيل قدر يوصل ويتحدى، ويكون عندنا النهارده دكاتره ومهندسين وناس عباقره ما شاء الله عليهم. ورساله التنميه بتبتدي وابتدات، احنا ما الا ان احنا نمشي وراء طريق السيد عبد الفتاح السيسي، هو سبقنا واحنا حاليا نمشي وراه. هيستفيد منها استفاده عاليه خالص، لان دي اول الاستقرار والحمد لله، يعني ايه بسم الله ما شاء الله حاجات حلوه وبناء وتعمير، وحتبقى انشاءات والناس تشتغل وتبقى 100 100 ان شاء الله. اتحاد قبائل سيناء اتحاد جديد واتحاد فعال، اتحاد قائم على كل ما يخص الدولة المصرية من أمن واستقرار وتنمية في وسط سيناء وفي شمال سيناء وفي جنوب سيناء. ف
واحنا دلوقتي بنبدا في صرح جديد في سيناء، ونامل ان هذه المدينه مدينه السيسي اللي تبنت بدانا في انشائها حاليا انها تبقى عاصمه لوسط سيناء. يوم 1 مايو من كل عام بيحتفل العالم بعيد العمال، وهو يوم لإحياء ذكرى النضال والمكاسب التاريخية التي حققها العمال. طبعا تم الاحتفال بهذا العيد لأول مرة يمكن عام 1889 بعد دعوة اتحاد نقابات العمال في الولايات المتحدة الأمريكية إلى إضراب. ده كان أول مايو 1886 للمطالبة بالعمل 8 ساعات فقط يوميا. ومنذ هذا التاريخ وبيحتفل عدد كبير جدا من الدول بهذا اليوم، ويمكن يوم 1 مايو هو أجازة رسمية في حوالي 107 دولة حول العالم. في مصر منذ العام 1964 ده أصبح 1 مايو عطلة رسمية، وده طبعا تقديرا لجهود العمال وما يبذلوه في مشروعاتهم وعملهم. اليوم وبهذه المناسبة الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم. وقال الرئيس عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به، فقد بذلتم قصارى جهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة، فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل. كل عام ومصر بكم تزدهر، أدام الله عليكم الصحة والعافية. أيضا هنأت السيدة انتصار السيسي عمال مصر بعيدهم، وقالت على حسابها على فيسبوك: في عيد العمال أتوجه بالشكر والتقدير لكل الأيادي التي تبني وتعمل بلا كلل وتسخر جهدها وعزمها لبناء كل شبر في الوطن. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير. طبعا عمال مصر اللي عددهم تقريبا 28 مليون عامل هم وقود التنمية والنهضة في كل المجالات. والحقيقة انه في مصر في قصص كتير، وفي حكايات لصناعية مهرة، في حكايات لأصحاب حرف مبدعين يمكن مش بس أبهرونا لكن أبهروا الدنيا كلها. واحدة من هذه الحكايات حكاية مصنع بابل. مصنع بابل موجود في وسط البلد في القاهرة، مصنع مصري 100%. عمر هذا المصنع أكتر من 70 سنة. خلال تاريخه أبهر بشكل كبير جدا العملاء، سواء العملاء داخل مصر أو خارج مصر، وتحول لشاهد على جودة الحرفية المصرية. من 72 سنة اتأسس بقرار إنه ينافس أشهر الماركات العالمية، والنهاردة مصنع بابل المصري هو أقدم وأعرق مصنع لتصنيع الأحذية يدوياً في مصر والشرق الأوسط، وجودة المنتج ده أجبرت أشهر الجرائد والمجلات العالمية إنها تتكلم عنه، بداية من التايمز الأمريكية ولغاية نيوز ويك، وأكدت إن جودة المنتج ده فريدة من نوعها. والدي عبد بولاني مؤسس مصنع حديد بابل. المصنع ده تأسس من 1952، لما هو في المهنة أصلا من قبل كده، يعني بدأ العمل كصانع أحذية من سنة 36، وبقينا نصنع أحذية رجالي وأحذية حريمي، وكنا بنفصل شغل مخصوص تفصيل يعني حسب الطلب، وبنعمل بقى طبعا كل المقاسات الحريمي وكل المقاسات الرجالي، وطبعا كل الشغل اللي بتفصل عندنا شغل جلد طبيعي من أول التفصيل لغاية ما بتخلص الحذاء خالص لغاية ما بتسلم للعميل. أنا بحاول أعمل منتج ينافس المنتج اللي بره. أحلى تعليق جالي زبون بعد 20 سنة وقال لي الحذاء بتاعك دايب. فقلت له بعد 20 سنة تقول لي دايب ليه طيب؟ قال لي ما هو لازم، ما ينفعش بابل ما ينفعش الحذاء بتاعه يدوب. كان نجوم طبعا في كتير قوي بيمثلوا بيجي يفصلوا عندي، زي محمود المليجي ومديحه يسري وسوري البابلي برضه، فدول كانوا بيفصلوا عندنا يعني موديلات، وبناخد الموديل بتاعهم وبنشتغل عليه. والاجانب بقى ده بيجي لي اجانب كتير،
يعني أذكر رئيس وزير خارجية أمريكا ده جالي من يمكن سنة 85-86 وجي فصل عندي وخد حذاء وكل حاجة، وبتعمل سمعة بره يعني في فرنسا، عملت سمعة عند ابن الملك فاروق أحمد فؤاد، فلما طبعا انبهر أول لما ده مصنوعة صناعة مصرية، فجي زارنا الحقيقة برضو في مصر. احنا عندنا الأحذية جودتها عالية جدا بتنافس المستورد في الأسعار، يعني مبقاش في دلوقتي شغل يدوي بره، كله مكن. والله احنا عندنا أفضل منهم في العمالة، يعني العمال المهر عندنا عمال كويسين جدا جدا، لما بيتقنوا العمل بيبقى أحسن من بره بكتير. تعلموا عندي شباب كتير، ولسه فتح المجال للأي عايز يتعلم عندي، وإن شاء الله في جيل ثالث جاي بيكمل يعني. طبعا كل عام وحضراتكم بخير إن شاء الله. يوم الأحد القادم بتحتفل مصر بعيد القيامة المجيد. كنائس مصر الحقيقة بتواصل استقبال المصلين خلال أسبوع الألام واللي بدأ يوم الأحد اللي فات، وبيستمر إن شاء الله حتى مساء الجمعة المقبلة، ثم يتبعه قداس عيد القيامة المجيد طبعا، واحتفالات العيد يوم الأحد 5 مايو. طبعا في الكثير والكثير من الصلوات داخل الكنائس المصرية. خلونا كده نروح ونشوف جزء من الاستعدادات الخاصة باحتفالات المسيحيين في مصر مع زميلنا محمد رياض المتواجد حاليا داخل كنيسة السيدة العذراء في مدينة نصر. محمد أهلا بيك. أهلا بك إيمان، كل سنة وانت طيبة، وكل سنة وإخواتنا الأقباط بخير وسعادة. الحقيقة إيمان أن الكنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي استعدت تمام الاستعداد للاحتفال بعيد القيامة المجيد، هذا العيد الذي يعد من أكبر وأعظم الأعياد، حيث ينتهي في مدة الصوم الكبير التي استمرت طوال 55 يوم. هذا العيد بيحتفل بعدد كبير جدا من إخواتنا الأقباط وسط فرحة كبيرة. الحقيقة الكنيسة، كنيسة السيدة العذراء، استعدت تمام الاستعداد وكافة الترتيبات لهذا الاحتفال. حضر اليوم عدد كبير جدا من الأسر والمواطنين، حتى الأطفال الصغيرين كان هناك فرحة كبيرة جدا. إيمان، بدأ الاحتفال اليوم بتلاوة أو قراءة نبوءات من الكتاب المقدس والألحان، والحقيقة كان هناك تفاعل كبير جدا من الحاضرين داخل القاعات المختلفة في الكنيسة. الحقيقة من هنعرف تفاصيل أكتر عن هذا الاحتفال واستعداداته من خلال أبونا القمص أنطونيوس داود، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي. أولا أبونا، كل سنة وحضرتك طيب. طيب، أهلا بكم، برحب بكم بقناة دي ام سي وكل المشاهدين، بنشكركم على دعوتكم وحضوركم. كل سنة وكل المصريين طيبين. الحقيقة كان في استعدادات كبيرة، شفنا النهاردة عدد كبير جدا من الحضور كانوا حاضرين، استعدتوا ازاي للاحتفال بهذا العيد الكبير؟ هو حقيقة طبعا زي ما حضرتك قلت بالضبط، عيد القيامة هو من أكبر وأعظم الأعياد بالنسبة للمسيحيين، وهذا العيد إذا كان زي ما حضرتك برضو قلت بيسبقه 55 يوم من الصوم، وبينتهي بالاسبوع اللي احنا فيه، باسبوع الالام اللي ابتدى من يوم الحد حد الزعف، وبكره خميس العهد يعني. فبنستعد بيه ان احنا لانه بيبقى حضور الناس من اكبر الحضور على مدار العام، وبنستعد ان احنا بنعمل فراشه حول بره الكنيسه، لان الكنيسه برضو مهما كان ما بتكفيش، بيجيب كراسي كتيرة جدا، شاشات تلفزيونية، وبخلاف البث اللي بيبقى خارج الكنيسة يعني. كل سنة متعودين ان يكون في حاجة جديدة من خلال الاحتفالات، ايه الجديد السنة دي وانتم؟ لا، هو حقيقة مفيش جديد، احنا كل سنة طبعا نفس الصلوات نفس الاحتفالات، لكن الملاحظ السنة دي ان عدد الشعب اللي موجود، عدد الشعب بيتزايد جدا، وعشان كده احنا بصدد كده ان احنا بنزود اماكن الصلاة، بنكترها في كذا مكان عشان يبقى اكبر عدد من الشعب يقدر يحضر يعني. ابونا، كان في العديد من العظات اللي حضراتكم ذكرتوها النهاردة لاخواتنا الاقباط، ابرز هذه العظات وكنتوا حابين تقولوا لهم ايه في هذا الاحتفال؟
هو العظة اللي سمعها الشعب النهاردة في مساء هذا اليوم كانت عظة عن العمى الروحي، بمعنى ان ممكن انسان يكون مبصر مفتح لكن هو مثلا مش شايف ربنا في حياته، مش شايف ان في عقاب وثواب، مش شايف ان في دينونة، مش شايف ان في موت، اعمى بمعنى ان هو مثلا مش شايف غير نفسه ان هو الصح وهو الحق وهو اللي فاهم وهو كل حاجة. برضو ممكن يكون الانسان مننا اعمى بمعنى ان هو مش شايف غير انصاف الحقائق، يعني زي ما بيقولوا كده ما بيبصش غير نص الكوباية، ما بيشوف النص التاني يعني. شكرا أبونا، شكرا جزيلا. إيمان، كما ذكر لنا أبونا أن كان الاحتفال كبير جدا لدرجة أن هم فرشوا أماكن وجابوا كراسي برة الكنيسة من أجل أن كل الأخوة الأقباط أن هم يحتفلوا داخل الكنائس. عودة إليك مرة أخرى إيمان، تفضل. أشكرك شكرا جزيلا محمد رياض، وكمان الشكر موصول لضيفك الكريم القاموس أنطونيوس داود كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي. شكرا ليك، ومرة تانية كل عام وحضراتكم بألف خير. من 3 أيام تقريبا وفي أخبار كتير جدا، مش بس في مصر وفي عدد كبير من الصحف العالمية اللي نقلت حفل الزفاف الأسطوري اللي أقيم بمنطقة الأهرامات. حفل الزفاف الحقيقة زي ما قلت كان ليه ردود أفعال كبيرة جدا جدا، لأنه كل حاجة خاصة بهذا الزفاف، حتى التجهيزات اللي أقيمت قبل الحفلة، الصور اللي خرجت من الحفلة، الأكل، فكرة حجز الأوتيلات عشان الأصدقاء، الطيران. طبعا هذا الزفاف لملياردير هندي، العريس اسمه أنكور جان وهو عمره 34 سنة، وهو منشئ برنامج بيلت ريوردز ويعد واحد من أبرز رجال الأعمال في العالم. أما الزوجة هي أريكا هاموند وهي 33 سنة، وبتصنف بكونها واحدة من المدربين المفضلين للألاف في جميع أنحاء العالم. كمان هي مغنية سابقة في ويقال كمان أن هي واحدة من المصارعات الشهيرات في برنامج WWE. حفل الزفاف أقيم لمدة أسبوع، بدأ برحلة سفاري إفريقية لمدة 4 أيام، ثم أقيم الحفل الأساسي في منطقة الأهرامات. هذا الحفل اللي بنشوف لقطات وصور خاصة به، حضروا 140 شخصية عامة من العالم، يعني كان في عدد من رجال الأعمال، عدد من المشاهير، عدد من عارضي الأزياء العالميين. تولى تجهيز مائدة الطعام 21 من نخبة من الطهاة العالميين، كان في 21 طباخ عالمي موجودين لتحضير الأكل في هذا الزفاف. لكن خليني أقول لحضراتكم أنه القائمين على هذا الحفل، يعني المنظمين والقائمين اللي عملوا كل اللي حضراتكم شايفينه ده، هم مجموعة من الشباب المصريين. يعني الحفل تم تنفيذه بأيدي مصرية كاملة، طبعا مع الاستعانة ببعض الخبرات نظرا لطبيعة أو طبيعة هذا الحفل العالمي. طبعا الصحف العالمية، طبعا لأنه زي ما قلت لحضراتكم العريس ملياردير ولي صيت في العالم أجمع، عدد كبير من الصحف العالمية اللي غطت هذا الحفل. شفنا الديلي ميل اتكلمت على هذا البليونير اللي أقام هذا الحفل في منطقة الأهرامات، شفنا كمان عدد من الصور اللي تم تناولها، بيبل مثلا تحدثت عن هذا الحفل. و دقيقة أنا مش شايفة يا مصطفى. فنيويورك تايمز كمان تحدثت عن هذا الاحتفال، وطبعا صور الأهرامات، بوليوود طبعا نظرا لأنه العريس والعروسة من الهند، فكل الصحف الهندية تحدثت عن هذا. ميل أونلاين كمان عرضت الصور وتحدثت عن أنه الملياردير الهندي بيعقد فرحه في منطقة الأهرامات. وده إيكونوميك تايمز كمان. فالمهم أنه كل الصحف تقريبا أو معظم الصحف العالمية تناولت خبر هذا الزفاف مع هذه الصورة في أهرامات الجيزة، ودي واحدة من
الحفلات اللي بتعمل دعاية مجانية الحقيقة لمصر وتبرز هذا الجمال مع إصرار طبعا، وده يمكن القيل في عدد من الصحف، إصرار العريس والعروسة على أنه يكون الحفل كان باستطاعتهم أنه يكون هذا الحفل في أي منطقة أو في أي مكان في العالم، لكن اختيارهم كان أن يكون الحفل في منطقة الأهرامات. هنطلع إلى فاصل وبعدين نرجع نكمل أخبارنا بعد الفاصل. منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، غالبية القطاعات المرتبطة بسعر الصرف حصل فيها يعني نوع من الانخفاض. على سبيل المثال كنا بنتناقش الأسبوع الماضي أنه السيارات حصل فيها انخفاض بنسبة 10%، كمان الذهب سعره بينخفض ما بين 15-20%، لكن بتظل العقارات أسعارها ثابتة على سعرها اللي هو أصلا سعر مرتفع بالأساس. وفي طبعا عدد من الشكاوى الكثيرة من المواطنين من المبالغة في أسعار العقارات، وبالتالي السؤال هو ليه ما بتنخفضش الأسعار في العقارات رغم أنه مكونات البناء الأساسي، المكون الأساسي في بناء العقارات هو الحديد، والحديد بالفعل حصل فيه انخفاض كبير، بنتكلم على تقريبا 15% ده بس على مدار الشهرين اللي فاتوا. إيه هو سبب صمود أسعار العقار وعدم انخفاضها رغم أنه في توقعات من العاملين في قطاع التطوير أنه العقار ربما كمان يكون سعره مرشح للزيادة مش العكس؟ برحب بضيفي المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور إيمان، أهلا بسعادتك وأهلا بجمهوركم الموفرين. أهلا بك. ليه العقارات في مصر سعرها ثابت وبالعكس لو تحرك فبيتحرك صعودا مش هبوطا أيا كانت الظروف، أيا كانت التطورات، أيا كان سعر العملة الصعبة، السعر يا ثابت يا في زيادة؟ بص يا دكتورة إيمان، إحنا عشان نتكلم عن العقار، العقار بالذات دي تركيبة خاصة في الاقتصاد في مصر، فطبعا بداية كده مفهوم أن العقار هو مخزون للقيمة. أسعار العقار ما انخفضتش بس في تصحيح بسيط كده، بمجرد تغيير أسعار والعملة حصل فيها تحرك معين لصالح التخفيض وانخفضت أسعار مواد البناء، عملنا اجتماع في الغرفة مع السادة أعضاء مجلس الإدارة، وكان النقاش دار حوالين التركيبة اللي حولها ساعات كده. بداية العقار هو مخزون للقيمة، ما ينفعش إننا نهزه بأي صورة من الصور، وبالتالي اتفق السادة المطورين العقاريين إننا هنعمل دراسة تحليلية خلال الثلاث شهور القادمة أو اللي احنا فيها ديا، وتم الاتفاق على إن كل المشاريع اللي تم فيها بيع مرحلة أو مرحلتين لن يتم تخفيض قيمة العقار فيها بأي صورة من الصور، هتتباع المراحل الثانية اللي بعديها بنفس القيمة اللي اتباعت بها المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ولكن هيتم منح السادة المشترين مزايا نسبية، سواء أنهم يمدوا فترة اللي هو التقسيط أو أنهم يتم الترشيب بطريقة معينة أو يتم منحهم جراشات بدون مقابل أو اشتراك في نادي بتاع اللي هو الكامباوند اللي هو هيتم. بالمفهوم البسيط أنه هو هيتقبل قيمة هي بس هيبقى في مزايا نقدية هياخدوها، لأن ما ينفعش حضرتك تبقى عليك ساكنة في كامباوند اشتريت المرحلة بتاعتك فيها ويجي بعد كده تلاقي المرحلة اللي بعديها اللي اشترى بعديك الشقة اللي جنبيك أو العمارة اللي جنبيك بسعر أقل. أنا فاهمة كويس جدا اللي بتقوله ده، وفاهمة أنه في ناس يعني بيشتروا العقارات كنوع من الاستثمار، في ناس شايفة أن هي بتحط فلوسها في الوحدات السكنية سواء للسكن أو حتى يعني بتحوش عن طريق العقارات، لأنه معروف أنه في سعر في مصر العقارات دايما في زيادة، لكن إحنا أصلا بنتكلم على سعر كان مبالغ فيه من الأول، فحتى إذا ما كانش فيه انخفاض في الحاجات اللي لسه هاتوبنا مش لازم في نفس المرحلة في نفس الكمباوند. المبالغ كان ليها أسباب عديدة، منها ان في مرحله من مراحل حضرتك المطور اخذ على عاتقه التغيرات العنيفه اللي حصلت، منهم مطورين اتهزوا هزه جامده جدا، وبالتالي حصل تحوط في الاسعار في فتره معينه، وبالتالي حطوا السعر اللي هو حضرتك بتقولي فيه مغالاه.
انا اتكلمت عن اللي هي الحاجات اللي بقت فيها مرحله اولى او ثانيه او ثالثه. تمام. اما المشاريع الجديده اللي حضرتك المطورين هياخدوها هيتم اعاده تقييم سعر المنتج اللي هيطلعوه، واعتقد التقييم ده هيبقى في صالح المشتري بطريقه ما. ده في المشاريع اللي هياخدوها جديد، لان في النهايه حضرتك العقار ليه مواصفات معينه، المواصفات دي اعتقد معظم بيأثر على معظم الناس، وفي نهايه الثلاث شهور هتتعرض الدراسه بصوره مستفيضه برضك على دوله رئيس الوزراء ووزير الاسكان، عشان احنا بالنسبه لنا بناخد القرارات بنراعي فيها المثلث اللي هو المشتري والمطور طبعا وجهه الولايه. في النهايه حضرتك العقار ما يعني الهزات بتاعته ممكن تأثر في أنشطة كتيرة جدا جدا. أنا عارف، أنا عارف بتقولي كان في فترة فيها مغالاة، هي مش فترة، هي فترات يعني هي. وخليني أسأل حضرتك على ده وأشوف بتتفق مع الطرح ده ولا لأ. فكرة إنه في بعض العقارات اللي بتباع، وخاصة حضرتك اتكلمت على الكومباوند اللي هي الوحدات أو التجمعات السكنية، السعر فيها مش بس مبالغ فيه، هو مش منطقي. فهل في بعض المطورين العقاريين بيبيعوا اسم، مش بيبيعوا مبنى، مش بيبيعوا تشطيب، مش بيبيعوا لوكيشن او موقع، هو بيبيع اسم؟ هل ده اللي خلى في بعض الاحيان ان انت تلاقي مواصفات نفسها على الارض كمساحة كتشطيب كفيو متواضعة جدا، لكن الاسعار بتبقى عالية قوي؟ هل بالفعل في بعض المطورين اللي بيبيعوا على الاسم او زي ما معروف الكوميونتي، يعني هو بيبيع لناس معينة باسعار معينة، فده ادى الى ان بقينا نسمع ارقام حتى في شقق بسيطة يعني بصراحة مش منطقية خالص؟ بص هقول لحضرتك يا دكتورة، يعني عشان لو بعد اذن حضرتك، تسعير العقار بتبقى دي مجموعة كتيرة جدا من المسلسلات بيذكر فيها برضك حضرتك اسم المطور وثقة الناس فيه، اللي هو فترة من فترات كان هو الضمانة الوحيدة ان الاند يوزر المشتري يستلم الوحدة بتاعته في تاريخ مقارب لتاريخ التعاقد معاه. وبالتالي حضرتك التسعير بيتم ليه مجموعة كبيرة من الاجراءات، والمنتج بتاع اي حاجة او اي سلعة بتتم العملية بعملية رضاء بين المشتري والمنتج. زي ما بقول لحضرتك، في يمكن المواطنين ما يعرفوش كانت في هزة جامدة جدا مع مجموعة كبيرة جدا من السادة المطورين في فترة من الفترات نتيجة للأسعار العملة اللي حصل فيها كانت عالية بطريقة جامدة جدا، والزيادة الرهيبة في مدخلات مواد البناء. ده الوقت اللي كان فيه انتشار لأسعار عملة في السوق السوداء قبل ما يحصل يعني تثبيت للسعر في البنك. الناس اتهزت وما حملتش المشتري حاجة، يعني اتهزت هزة كبيرة جدا، سحبت كم ضخم من مدخراتهم عشان يقدروا ينفذوا، لانهم ما كانوش يقدروا في النهايه يخلعوا من الالتزام بتاعهم حفاظا على القطاع نفسه والنشاط. واحنا كنا بنحسهم على كده، واحنا كغرفه كنا بنتواصل مع دوله رئيس الوزراء عشان نعملهم فاسيلتي تسهيلات معينه علشان يوفوا بالوعد بتاعهم للمشترين. حضرتك القطاع العقاري ليه حيثيه، زي ما بقول لحضرتك هو مخزون للقيمه المعياريه بتاعته في تحديد السعر بتاعه شيء مهم جدا جدا. في مجموعة برضك حضرتك صدقت في حتة معينة، في مجموعة من السادة المطورين بيحافظوا على النوعية بتاع العميل بتاعهم في الكمباوند اللي هم عايزين يطرحوه، وبالتالي بيحطوا سعر معين عشان يحافظوا على النوع معين من المشتري. ده مش كده وبس، لا، وفي سي في بيكتبوه كمان اللي بيشتري للتحقق من حاجات معينة، زي مجموعة معينة برضك من النوادي بتعمل الإجراء دون. فما نقدرش نقيس كل حاجة على أي حاجة، ده مطور عايز يبقى العميل بتاعه مصنف تصنيف معين، لكن احنا عندنا كغرفة كل أنواع المطورين، والتركيبة بتبدأ من الناس اللي هي بيعملوا عمارات أو عمارتين أو ثلاثة لغاية الناس اللي بيعملوا آلاف الأفدنة. لكن في النهاية احنا كغرفة زي ما بقول لحضرتك احنا بنحاول دايما نحافظ على المثلث الذهبي اللي هو المطور والعميل اللي هو المشتري وجهة الولاية. حضرتك اتكلمت على حاجة مهمة جدا جدا، فكرة التسهيلات. يعني معظم الناس لما بيجوا يشتروا عقار ما بيشتروش بكاش، ما بيدفعش كاش،
بيلجأ إلى فكرة التمويل، أن هو يتم تمويل هذه العقارات. وأنا هنا بتكلم على الفئات المتوسطة، مش هتكلم على الحاجات اللي بملايين الملايين، هتكلم على الحاجات البسيطة اللي هي أصلا ما بقتش بسيطة لأنه برضو أسعارها بقت زيادة شوية. هل التسهيلات دي ما زالت موجودة؟ لأنه مع الارتفاع الشديد في أسعار العقارات، وأنه البنوك في التقسيط بيكون ليها شروط معينة فيما يخص بقى، مش عارفة لازم يكون القسط معرفش معدي كام في المية من الراتب. يا فندم، احنا كقطاع عقاري في يعني برئاسه اللي هو رئيس الغرفه رئيس مجلس الاداره، تواصلنا مع دوله رئيس الوزراء ومع وزير الاسكان ومع جهات التمويل، اننا طالبين ان يبقى التمويل العقاري الوحده نفسها هي اللي ضمه نفسها، مش بقى مرتب الشخص ولا اي اجراء من اجراءات. وعدتنا جهات الدوله انها هتتناول هذا الموضوع وتحاول تبتدي تعمل له فاسيلتيز معينه بحيث ان الشخص الوحده بتاعته تبقى ضمناه. جهات التمويل قالت انا مش عايز لما يجي يتعثر الشخص علشان الشقه، انا مش هشتغل ابيع شقق علشان الناس متعثرين. احنا دخلنا بردك غرفه صناعه تطوير عقاري، قلنا في حال التعثر الشخص بعد ما سدد قسط ولا اثنين ولا ثلاثه واربعه، المطور على استعداد ان هو يسدد كامل الاقساط للجهه اللي هي جهه التمويل عملته، ويتم اعاده طرح الوحده من جديد، ويدي نسبة معينة من الفلوس اللي سددها الشخص دوت بطريقة معينة. احنا بنحاول نكسر القوالب اللي هي بتعمل شيء من الجمود في القطاع بتاعنا. القطاع بتاعنا حضرتك لو حصل فيه رواج، اعتقد انها على الاقل بيدفع الاقتصاد بتاعنا العجلة بتاعته بنسبة لا تقل عن من 18 ل 20%. يمكن حضرتك قلت برضو في البداية انه ماشي العقارات في ناس كتير بتحب تستثمر فيها، لكن كلمني بقى على الريسيل. يعني في ناس بتشتري شقة واثنين وثلاثة، ممكن المقتدر ممكن يشتري فيلا واثنين وثلاثة ويقول لك بدل ما احوشهم في شكل فلوس او اي طريقة تانية احوشهم في عقارات. الريسيل للافراد مع هذا الكم الكبير من الوحدات السكنيه، وحضرتك بتقولي انه في بعض التسهيلات اللي بتعملها، طبعا في تسهيلات تانية بتعملها الشركات الكبيره للمشترين، هل حركه الريسيل او اعاده البيع بقى من شخص للتاني مش من مطور لشاري على طول، لا من ايه اخبارها؟ مشتري لمشتري ثاني. القطاع العقاري كان من فتره لا تقل عن 4 سنين أو 5 سنين كان الريسيل حضرتك بيتم في نفس السنه. يعني ايه في نفس السنه؟ يعني الوحده ممكن يباعها بالاوراق بتاعتها وما كنتش تسدد الا بس المقدم بتاعها. لان كان في ندره في عمليه البناء اللي هي التنميه الشامله في مصر. لكن في الحقيقه مع الدوله صرحت قطع اراضي كثيره، وبقى في عدد كبير من المتطورين بيبنوا في اكثر من مكان، عمليه الريسيل دي ما بقتش بتتم في نفس السنه. علشان حضرتك تعملي ريسيل لازم تنتظري حاجه من الاثنين، اما على الاقل سنتين او ثلاثه علشان الوحده بتاعتك تبقى في حوزتك بالكامل، وبعد كده تبيعيها واكيد هتكسبي فيها مبلغ محترم. لكن ما ينفعش تبيعيها زي المراحل اللي كانت في السنين اللي من 5 6 سنين في خلال نفس السنه. طبعا كنت بقصد كمان الريسيل للوحده بيبقى امتلكها، يعني بيبقى سدد مثلا لو عليها اقساط او لو لسه هتتسلم بعد سنين، بيبقى تم استلام الوحده وبعدين بيبقى عايز ريسيل، لان هو ده كان الهدف من الاول انه يكون عنده وحده او اثنين او ثلاثه لو احتاج لفلوس او لسيوله يقدر يبيع اي من هذه الوحدات. طبعا يا دكتوره بامانه فعلا بيبقى ريسيل في صالحه جدا، لان في الحقيقه هو لازم يبيع بعد مرحله، يعني هو اشترى في المرحله الاولى يبقى يستنى اما الشركه تعيد طرح في المرحله الثانيه. الشركه لما تعيد طرح المرحله الثانيه بتدي مبالغ طبعا غير المبالغ بتاعت المرحله الاولى، هو حتى لو عمل تخفيض بيبقى كسبان كويس فيها. بس برضه خليني معلش خليني اسال حضرتك على حاجه، يعني تسمع ناس واكيد حضرتك عايش ده كتير، يقول لك انا اشتريت الوحده الفلانيه من شهر، انت عارف النهارده ثمنها كام؟ النهارده هو لسه شاري من شهر، هو شاريها مثلا باربع قروش، يقول لك دي بقت بسبعه. ده ما بيحصلش في اي حته في الدنيا، يعني في اي حته في الدنيا انت تروح تلاقي الناس يقول لك انا اشتريت بيته في اي بلد، انا اشتريته مثلا من 20 سنه، من 20 سنه زاد الحبه اللي قد كده. لكن احنا هنا بعد شهر يقول لك ده انا لو عايز ابيعه دلوقتي ده زاد 50% من ثمنه، ساعات 100% من ثمنه. انا هقول ازاي بيحصل كده. بص ازاي بيحصل كده، هو اللي حصل دوت في فتره تكاد تكون من خلال سنه او سنه ونص، اللي هي حضرتك ممكن تشتري الشهر دوت والشهر اللي بعديه تحصل حاجه رهيبه جدا. دي ليها مدخلات معينه في الاقتصاد حضرتك، لان كانت التوقعات مرعبه بالنسبه للدولار
كان في توقعات في انهيار بطريقه جامده في حاجات كتيره جدا، وبالتالي الراجل المطور كان علشان الوحده نفسها اذا باع الشهر ده الشهر اللي بعديه نفسه، مش المرحله بقى، الشهر اللي بعديه نفسه بيرفع السعر جامد قوي. نعم. تخوفا برضك وتحوطا، لان هو يعلم تماما ما كانش في استقرار في سوق الصرف، كانت العمله بتاعتنا بتواجه تحديات جامده جدا جدا، وكان كل حاجه بترتفع حاليا بدون استثناء. الحرب الاوكرانيه الروسيه كانت ليها تاثير جامد بالنسبه لاسعار الحديد، كل مدخل من مدخلات المنتج بتاعنا العقار كانت متاثره بطريقه مرعبه، وتوقعات كمان غير معروف الرؤيه بتاعتها في المرحله القادمه. النهارده الكلام ده مش هيحصل، في شبه استقرار وفي رؤيه، وبناء عليه الاسعار هتبقى شبه مستقره، الزيادات هتبقى في زياده طبعا لانه مخزون القيمه. العقار حضرتك اقل نسبه ليه في الزياده بتاعته هو نسبه التضخم زائد اعلى سعر الصرف حالي. نعم، بشكرك شكرا جزيلا المستشار اسامه سعد الدين المدير التنفيذي لغرفه صناعه التطوير العقاري باتحاد الصناعات. وقعت مجموعة العربي الرائدة في صناعة الأجهزة المنزلية والإلكترونية اتفاقية تعاون استراتيجي مشترك مع شركة ريتشي التايوانية المتخصصة في تكنولوجيا تصنيع الكمبريسور، وذلك لإنتاج كمبريسور التكييف باستثمارات تصل إلى 40 مليون دولار وتوفر أكثر من 500 فرصة عمل. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتشجيع التصنيع المحلي وتحقيق المزيد من التوسعات الاستثمارية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تماشيا مع توجهات الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتتضمن الاتفاقية إنشاء مصنع على مساحة 25 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 مليون وحدة، يصدر 50% منها عالميا. بالتأكيد هذه الاتفاقية من الأمور المهمة لتعميق التصنيع المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية للخارج في هذا المجال. علق المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي بعنوان مصر مجبرة على إدخال اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيها، والذي تضمن مغالطات مهنية، وكشف المقصد من تهجير الفلسطينيين تحت مسمى لاجئين. رفض المركز المصري تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء الوجود الفلسطيني، وقال المركز المصري إن كاتبة المقال هي أليس جيل إدواردز، وهي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب. وأكد المركز أن التقرير مليء بالتناقضات الواضحة ما بين محاولة إيجاد مخارج قانونية وحقوقية لاستقبال مصر وغيرها من الدول المجاورة للاجئين الفلسطينيين في غزة، وفي نفس الوقت تعترف أن تاريخ إسرائيل سيء مع تجارب النزوح للدول المجاورة الأردن وسوريا ولبنان، حيث لم تسمح لمن خرجوا بالعودة. وشدد على أن التقرير بمجمله يخدم الفكرة الإسرائيلية، وحتى هناك إسرائيليين أنفسهم كتبوا مقالات في صحف غربية كبرى دعوا فيها العمل على مساعدة الفلسطينيين في غزة للهجرة، وطرحت حتى فكرة الدولة الثالثة. خلينا نروح لهذا التقرير اللي فيه فكرة الفوتوغرافر الأفراح اللي بيصور يعني الفرح، اللي بدأ يعمل فيديوهات وكليبات انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة. لكن الفوتوغرافر اللي معانا يمكن نوع خاص، لأنه مش بس بيصور الفرح لكن بيضيف يعني لمسة كده من البهجة وكوميديا في كل فرح بيصوره. أحمد سعيد، أو زي ما معروف على السوشيال ميديا بالفوتوغرافر الفرفوش، تحول لمقدم محتوى كوميدي بيقدم الكوميديا من داخل الأفراح اللي بيصورها. نشوف. السوشيال ميديا هي اساس الشغل بتاعنا كله. الهدف من المحتوى بتاعي هو شويه ان انا بحب ان الناس تبقى مبسوطه، بتنشر سعاده او بتفرح الناس او بتعمل بهجه لليوم نفسه بتاع الفرح. بنبين الناس اللي خلف الكاميرا عامل الكواليس نفسها عامله ازاي. انا اسمي احمد السعيد، انا مصور فيديو.
انا بقالي في الكارير نفسه بتاع الويدنج تقريبا حوالي من 8 سنين ل 9 سنين في الرينج ده كده. انا اول حاجه خريج تجاره، بس من صغري شويه كان والدي بيحب التصوير ومعلمني التصوير على الكاميرات اللي هي القديمه للفيلم، ونروح نطبع الفيلم والحاجات دي كده، فحبيت التصوير من صغري. انا طول عمري بحب الهزار والضحك، فكره ان انا انزل فيديوهات بضحك او هزار ما كانتش في دماغي خالص بصراحه. ايام الكورونا بقى كلنا كنا قاعدين فاضيين ما بنعملش اي حاجه خالص، ففي الفتره دي قررت ان اعمل تيك توك، فنزلت اول فيديو، نمت صحيت لقيته معدي ال 2 مليون مشاهده، والناس انت دمك خفيف، انت بتهزر، انت بتضحك، احنا حابين اللي انت بتعمله، مش عارف احنا فرحانين معاك مبسوطين. فبدات احس ان الموضوع ده بيفصل الناس من المود اللي هم فيه، بدات الاقي تفاعل مع الناس اكتر، فبدات احس ان الموضوع حلو وممتع بالنسبه لي وبالنسبه للناس. المواقف بتحصل طبيعيه فوق الفرح، بتحصل بشكل يعني فجائي كده بالظبط، في حاجه بتحصل قدامي مش متخطط لها، فبيكون رد فعلي عليها شويه غريب. في ناس بتفكر في بعض الاوقات ان انا مثلا هو انت بتضحك عليهم، لا انت بتتريق، ده مش حلو او لا او كده خالص. انا عايز اقول لك ان في ناس بتيجي تقول احنا عايزين نعمل معاك فيديوهات، بيبقوا فرحانين باللي انا بعمله، حابين ان انا اكون جوه المود بتاع الفرح معاك. اكتر فيديو جاب مشاهدات هو اخر فيديو انا نزلته، تمام؟ كان عباره عن ان في حد صاحب العريس بيرقص قدامه، فكان الرقصه نفسها ضحكتني، شكلها ضحكني كده يعني. بالنسبه للناس اللي بتتفرج عليا بحب انها تبقى مبسوطه وفرحانه وهي بتشوف الحاجه دي، سواء هو ان شاء الله ناوي يعمل فرحه قدام فيحس ان هو عايز المصور ده يصوره عشان يكون مرتاح وياه وحاسس ان في اخ بيصوره موجود معاه، او ان هو في المطلق يبقى قاعد متضايق او زعلان يلاقي حاجه قدامه تبسطه او تفرحه او حاجه او تفصله من المود حتى بتاع اليوم لمجرد ثانيه. خليني اعرف حضراتكم دلوقتي على واحد من الناس الحلوه، دكتور امير خليل. دكتور امير هو طبيب بيطري مصري قرر ان هو يوهب حياته لانقاذ الحيوانات الموجوده في اصعب واقصى ظروف، زي الحيوانات اللي بتكون موجوده في مناطق خطره، في مناطق الكوارث، في المناطق اللي فيها حروب. دكتور امير سافر ل 80 دوله حول العالم، من اشهر رحلاته كانت رحله لسريلانكا لانقاذ الحيوانات اثناء التسونامي. كمان كان عنده رحلة لكينيا علشان يرعى الحيوانات أثناء موجة جفاف استمرت 3 سنين. طبعا كمان كان ليه دور كبير في إنقاذ الحيوانات في مناطق صراعات وحروب في ليبيا، في سوريا، في السودان، في فلسطين، اللي زارها 8 مرات من عام 2014 حتى 2019. دكتور أمير خليل من الفيوم، مواليد الفيوم، طبيب بيطري، مدير إدارة الكوارث بمنظمة فوربوز أو المخارب الأربعة العالمية. من رومانيا لبلغاريا ابتديت اهتم بالدببه، وبعد كده رحت جنوب افريقيا ابتديت اهتم فعلا بقى، ركزت اكتر على الاسود والضباع والحيوانات المفترسه. والمهمه الاساسيه ليا اطلع الفريق قبل كل شيء في امان، واطلع الحيوانات المفترسه دي في امان. اعتقد ان شيء نبيل ان الانسان يطلع حيوانات اللي هي مالها الصوت ده. خلينا نرحب بدكتور امير خليل اللي بينضم لينا عبر زوم من فيينا. دكتور امير اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك وبالسلامة.
دكتور أمير، يمكن في مشكلة في السيجنال، لو في مشكلة في الزوم ممكن يعني يحاول في التليفون لغاية ما الزوم يكون جاهز. طبعا دكتور أمير هو طبيب بيطري متخصص في إنقاذ الحيوانات بمناطق الكوارث والحروب، ويمكن سمعنا في التقرير اللي فات إن هو بيعمل في منظمة المخالب الأربعة. دكتور أمير حضرتك كده سمعني؟ دكتور أمير، على فكرة احنا بنحاول نتواصل مع دكتور أمير يمكن من الأسبوع الماضي، لكن الأسبوع اللي فات هو كان في الهند، كان برضو عنده مهمة إنقاذ، ويعني فرق التوقيت مع الاتصالات كان في صعوبة في الوصول ليه. يعني أتمنى أن احنا نعرف نتكلم معاه النهاردة. يا دكتور، دكتور أمير، المشكلة في الزوم يا مصطفى ولا في السيجنال ولا في ايه؟ طيب معلش ممكن نجرب مرة تانية يا مصطفى، لأنه أنا شخصيا ما كنتش أعرف إيه هي منظمة المخالب الأربعة، لكن يبدو أن هذه المنظمة هي منظمة مختصة لإنقاذ الحيوانات. طبعا في مناطق الصراعات، في مناطق الحروب، في المناطق اللي بيكون فيها كوارث طبيعية، زي ما بيكون في ناس مهمتها أن هي تنقذ البشر، يعني الصليب الأحمر، الهلال الأحمر، كل المنظمات الدولية العاملة تبع UN وغيرها، دي بتكون مختصة بالتعامل مع البشر. لكن هذه المخلوقات بيكون كمان محتاجة يعني رعاية، محتاجة إنقاذ، وخاصة أنه في دولة زي كينيا ساعة ما حصل الجفاف إحنا بنتكلم على ثروة حيوانية لا تكرر. كينيا فيها عدد من الحيوانات النادرة، عدد من الفصائل اللي تقريبا بعضها مهدد بالانقراض في موجة الجفاف اللي حصلت في كينيا. إذا لم يكن في هذه المنظمة اللي دورها إن هي تروح وتساعد هذه الحيوانات، سواء بتقديم الرعاية الطبية، تقديم الطعام الكافي، أو حتى نقلها لأقرب دولة ممكن تنقل فيها علشان يحافظوا على هذه المخلوقات، كان هنلاقي بعد هذه الصراعات أو هذه الحروب أو موجات الجفاف أن عندنا بالفعل عدد من الفصائل النادرة أو الحيوانات اللي انقرضت، مش بس مهددة بالانقراض لكن انقرضت بالفعل. يا رب المرة دي. يا دكتور أهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير يا دكتور، مش عارفين نوصل لحضرتك من الأسبوع اللي فات. انا وصلت فيينا، الانترنت كويس عندنا، المفروض فيينا والهند كمان المفروض كويس. قول لي بقى كنت بتعمل ايه في الهند الاسبوع اللي فات وبتعمل ايه في فيينا الاسبوع ده؟ يعني كنا مهتمين بالافيال وبنحاول ننقذ فيل من حديقه حيوان في نيودلهي، هو فيل افريقي، وبنحاول ننقله لدوله تانية. وحضرتك دلوقتي احنا دايما في فيينا بتعمل ايه؟ بنهتم، بنقول ان الرحمه لا تتجزأ، الانسان الرحيم بيبقى رحيم مع الانسان ومع الحيوان ومع الطبيعه، مش مع الانسان بس، لان هي انسانيه مش انسان. اكيد حضرتك دلوقتي في فيينا، في مهمه ثانيه في فيينا ولا ايه؟ انا المركز الرئيسي في فيينا، والمهمه الجايه ان شاء الله هتكون في باكستان، برضه هننقذ ثلاث افيال. واحنا لسه جايين من قريب من السودان، كنا مطلعين حوالي 50 حيوان للاسف من منطقه الحرب في الخرطوم. فهي مهام بتبقى شاقه شويه، بس هو يعني انا بحب الشغل الطبيب البيطري، ودي نعمه كبيره من عند ربنا ان الواحد يكون كويس، لكن الفضل الاساسي بيرجع للفريق اللي شغال معايا طبعا، ان هو اهم شيء الفريق اللي موجود معايا. انا الحقيقه كنت اول مره اعرف عن منظمه المخالب الاربعه، لانه حتى وقت الحروب كنا بنشوف على السوشيال ميديا استغاثات كثيره من الدول اللي بيكون فيها حروب او نزاعات، يا جماعه هنا في حيوانات، الحيوانات بتموت جوعا وعطشا في المناطق يعني اللي بيبقى فيها مشاكل. هل عن طريق المنظمه دي بيوصلكم استغاثات، ولا انتوا اللي بتدوروا دايما ورا هذه المناطق؟ هو طبعا احنا بنتابع الظروف على مستوى العالم، الاماكن اللي فيها نزاعات وحروب، وبنهتم جدا يعني بالاغاثات او الناس اللي بيتصلوا بينا من دول الحروب نفسها، لان فعلا الناس اللي هي برضو بتقدر بتسيب مكان الحرب او كده، او بتقدر تبقى لاجئه او تهرب، الحيوان المفترس اللي بيبقى جوه حديقه حيوان او جوه قفص بيبقى صعب الهروب، وبنقدر ننسق مع الجهات المختلفة أو الفصائل المختلفة، وبنعمل خطة زي الخطة العسكرية، لكن بتبقى صعبة شوية كمان عن بعض الخطط العسكرية، لأن الحيوانات المفترسة محتاجة نوع من الرعاية والتخدير بشكل معين، وطرق معينة في النقل نتيجة الظروف اللي موجودة، الطرق غير ممهدة، والحيوانات دي بتبقى وضعها صعب جدا، يعني بتبقى قاعدة ممكن حوالي 30 يوم من غير أكل، يعني في بعض الأوقات زي مثلا في غزة سنة 2014 كان 56 يوم أيام الحرب
ما حدش قادر يروح حديقة الحيوان، فأغلب الحيوانات اتوفى يمكن 99% منها، وقدرنا نطلع آخر 3 أسود من حديقة حيوان غزة أيام حديقة البتان في شمال غزة. وبتبقى الظروف دي صعبة، لأن في أماكن الحروب بالذات أو النزاعات بغض النظر الناحية السياسية مين بيتفق ويختلف مع مين، بيعتبرونا جايين من خط العدو، يعني عشان عدي بين حدودين فبيبقى نوع من خط العدو. لكن ميزة الشغل بتاعنا زي ما الحرب وقفت في فيتنام بسبب مصور شهير عمل صورة لطفلة كانت النابالم حرقها وهي طفلة في فيتنام، قدرت توقف الحرب. يعني ممكن السلاح بتاعنا ممكن بيبقى الطب، لأنه بنلعب على الضمير الإنساني اللي يمكن يصحى يعني. طيب حضرتك بتقولي أنه في مناطق النزوع النزاعات عفوا والحروب أنتوا بتكونوا متابعين في المكان الفلاني في كذا، وأنتوا يعني طبعا لشغل المنظمة بتكونوا عارفين الدولة دي اللي فيها حرب فيها قد إيه عدد من الحيوانات اللي ممكن إنقاذها، لكن حضرتك بتقولي أن أنتوا مش بس في مناطق النزاعات، أنتوا كمان بتروحوا الهند. يعني حضرتك بتقولي أن كان عندك مهمة الأسبوع اللي فات في الهند، هل ده برضو بيستدعوكوا ولا انتوا اللي بتروحوا بشكل تطوعي؟ هم فعلا بيستدعونا، لان احنا طبعا بيعتبرونا كخبرة في المجال ده. الفريق اللي معايا بيبقى فريق الى حد ما عنده خبرة كبيرة جدا في بعض الحيوانات المختلفة، سواء كانت افيال او اسود او نمور او دببة او ما خلافه. والفريق بتاعي بيبقى فريق دولي، يعني معايا فريق من المانيا والنمسا ورومانيا وبلغاريا، فالفريق ده بيبقى متخصص وشغال معايا اكتر من 20 سنة في المجال ده، فمعانا اجهزة بتبقى جاهزة للاماكن دي. يعني ممكن نسافر في اي مكان في خلال 48 ساعة ونقدر نقوم بالمهمة. المهام دي بتبقى مش محتاجة بس الاجهزة البيطرية، لكن محتاجة ادوات النقل عشان انقل الفيل. ده بيبقى الفيل وزنه ممكن يوصل 6 طن او 5 طن، القفص اللي بيبقى الفيل جواه ممكن يوصل حوالي 7 طن. تخيل حضرتك لو 14 طن موجودين في طيارة، بنحتاج طيارة زي طيارة حربية كبيرة. يعني آخر فيل نقلناه من باكستان لكمبوديا كانت أخذنا طيارة حربية روسية كانت إليجن 6-7، وتخيل لو الفيل اتحرك جوه القفص ومش مخضر بشكل مناسب بتبقى العملية صعبة شوية. فهي محتاجة نوع من التركيز ونوع من التدريب، ولازم الفريق يكون إيد واحدة ويقدر يعمل شغله بتركيز دقيق. هو مش بس كده، هي فكرة كمان، يعني أنا عارفة أن حضرتك كنت موجود في أعتقد في سريلانكا وقت التسونامي، صح كده؟ تمام يا فندم. طيب. صح يا فندم. يعني في الوقت ده المفروض أنه يعني ده وقت الحفاظ على الحياة، لأنه حضرتك رايح في مكان فيه كارثة طبيعية، وفكرة أنك مش بس هتتعامل مع البني أدمين، يمكن التعامل مع البني أدمين هيكون أسهل شوية، لكن أنت بتتعامل مع حيوانات وبعضها حيوانات شرسة، وبالتالي انتم متطوعين بحياتكم نفسها. هو اي شغلانه خطر، والهدف الاساسي هو انقاذ الانسان. فبرضه فكره السونامي او الفيضان الضخم اللي حصل، اغلب الناس اللي توفت كان عندها كلاب، الكلاب دي اصبحت كلاب ضاله. للاسف الكلاب دي ابتدت تاكل الجثث، ابتدت تشكل جزء خطر على صحه الانسان. فامساك الحيوانات دي وتحصينها وعلاجها، احنا برضو بنساعد من ناحية الصحية الحفاظ على حياة الانسان. ونفس الفكرة، يعني الفيضان لما بيجي دايما او الكوارث زي ما شفنا في تركيا او في سوريا الفترة اللي فاتت، اول السنة اللي فاتت مات ناس كتير، واغلب الناس اللي كانت عايشة وتحت الانقاض مش عايزة تطلع من تحت الانقاض الا والقطة والكلب بتاعها معاها. يعني في ست قعدت جنب البيت اللي واقع على البقرة بتاعتها حوالي 6 ايام مش عايزة تمشي. فما بنقدرش نفصل بين الانسان والحيوان. يمكن 60% من الناس اللي تعرض للزلازل بيرفضوا ان هم يتركوا المكان، ويحصل لهم ان هم يسيبوا المكان او الجيش يطلعهم من غير ما ياخدوا الحيوانات. لا، انا بيعتبروا هذه الحيوانات يعني فرد من افراد الاسره. فرد طيب. من الاسره بيعتبروه فرد من الاسره. ايه اصعب المواقف يا دكتور؟ يعني بما انك يعني عديت على مناطق كتير، سواء كانت حرب او كارثه طبيعيه او مكان صعب الوصول ليه، ايه اصعب المواقف اللي قابلتك؟ حضرتك الاول بس كام سنه في هذه المهام؟ انا داخل على 30 سنه كطبيب بيطري ومنظمه الفوربوز، يعني شغلي كله للاسف في الكوارث او الحروب او انشاء المحميات الطبيعيه. لكن من اصعب المواقف اللي تعرضت لها طبعا كان في الحرب في العراق في الموصل. الموصل ساعتها كانت ايام الحرب، وكان يعني الجهات المتحاربه هناك مع الدواعش وكده،
كان فاضل يمكن حيوانين اللي فضلوا من حديقة الحيوان، كان فاضل دب وأسد. وبعد ما قدرنا نطلع الحيوانات من حديقة الحيوانات وصلنا للحدود، بعض الجماعات رفضت ان احنا نترك المكان اللي احنا فيه، وقعدنا 8 ايام. قعدت 8 ايام مع اسد. كنت لسه هسال حضرتك ازاي بتخرجوا بقى يعني في حرب وفي صراع وفي ساعات ميليشيات يعني بتتقاتل، وحضرتك زي ما قلت لي طالما دخلت الحدود انت عدو، ازاي بتقدروا تطلعوا او طلعتوا ازاي؟ خطه عسكريه يعني، بتبقى خطه عسكريه الاول ما اتعاملوا طبعا مع بعض الجهات الامنيه او الانتليجنس، وبناخد زي سيرفي او معلومات كل ساعه، وبنجهز كل حاجة قبل ما بندخل المكان، فبيبقى فعلا كل شيء محسوب بالدقيقة أو بالثانية، إن لازم نخدر الحيوان في خلال دقيقتين يبقى نايم ويتشال ويتحط في القفص وتبقى العربية جاهزة وبنقدر نتابع. لكن المهمة بتاعت العراق بالذات أو في الموصل، منطقة الموصل حصل مشكلة كبيرة، وهنقول يعني ابتدى الجيش وقفوا الحرب يومين لدرجة إن هم قبضوا عليا وقالوا ان الحرب وقفت في الموصل يومين بسبب الاسد والدب دول، انه مش فاهمين ايه الاسد والدب دول وايه اللي موقفهم على الحدود دي. فانا كنت سعيد بالرغم ان انا كنت في موقف سيء لا احسد عليه، والحرب جنبينا بنسمع الـ يعني القذائف وكده، لكن انا كنت سعيد اذا كان الواحد بيقدر يوقف الحرب او الحيوان ممكن يوقف حرب، فده نوع من الامل. هو عباره عن بتبقى شمعه في وسط الضلمه، والناس اللي كانت اللوكل او الناس الموجوده هناك كانت بتساعد، يعني بالرغم ان الناس كانت ظروفها سيئه لكن كان عندها احساس. خليني اوضح بس ان الفيديو اللي احنا شايفينه على شاشه ان الطلقه اللي جت بشكل حقنه ده فقط علشان يتم تخدير الحيوانات الشرسه علشان تقدروا يعني تتعاملوا معاها سواء بالعلاج او بالنقل الى مكان امن. عمرك يا دكتور ما رحت مكان فيه نزاعات او فيه حروب او فيه مشكله او فيه كارثه طبيعيه وتقال لكم كفريق انقاذ يا دكتور طب انقذوا البني ادمين مثلا الاول، او حيوانات ايه اللي انتوا بتتكلموا عليها واحنا في منطقه صراعات او منطقه حروب او عندنا كارثه طبيعيه؟ هو ده السؤال فعلا اللي بتساله، لكن بمجرد الواحد يبقى هناك وماشي بعربيات نقل مختلفه وفيها حيوانات مختلفه، اللي انا لاحظت ان الحيوانات دي ممكن بتعمل نوع من نقول زي الكوبري بين الناس وبعضها، الناس كلها بتوقف الحرب وممكن بيساعدوا معانا ويشيلوا معانا الاقفاص وعايزين ياخدوا سيلفي وبعد كده بيكملوا الحرب بعد احنا مش. لكن فكره انقاذ الحيوان يمكن هي رساله من في التاريخ وفي الاديان، حتى لربنا لما قال لنوح يعني انت والطوفان جه ما قالوش انقذ اسرتك بس واطلع بالمركب، لا قال له خد جوز من كل الحيوانات او زوج من كل الحيوانات. انا كنت لسه بقول يا دكتور انه مهمتكم يعني انتوا بتنقذوا فصيل ممكن ينقرض، ودي يعني مهمه ساميه الحقيقه، لان انت بتتكلم على حضرتك بتقولي دخلتوا بعض الاماكن لقيتوا فاضل نوع واحد من الحيوان ده او نوع واحد من الحيوان التاني، فهي مهمه انقاذ لانقاذ الكوكب بشكل او باخر، ان انتوا بتحافظوا كمان على فكره انه في بعض السلالات النادره لا تنقرض بسبب الصراعات اللي بيعملها الانسان في بعض الاحيان او غضب الطبيعه في تسونامي بقى في زلزال يعني باشكال مختلفه. هو الحيوان فرصه لينا، يعني احنا الكوكب اللي احنا ده بنعيش فيه هو كوكب بنشاركه، الانسان ما يقدرش يعيش لوحده فيه، ولو اهتمينا حتى بالكلايمت تشينج او التغير المناخي مش هو ده اللي هيساعد، مش هيساعدنا كبشر، الحيوانات دي هي ملك للكوكب ده، والمفروض الاجيال الجايه واولادنا يشوفوها، المفروض الواحد يشوف الحيوانات المفترسه، ما نقولش كل حاجه انقرضت، فهي دي مهمه لينا، واعتقد ان احنا لو اهتمينا بالانسانيه مش بالانسان اعتقد ده هيدي مجال كبير ونعيش كلنا نقول في سلام مش الانسان بس. حضرتك راجع امتى القاهره يا دكتور؟ ان شاء الله بعد بكره هرجع القاهره ان شاء الله. طيب وقاعد في القاهره شويه ولا في مهمات بعد كده؟ يعني غالبا هقعد اسبوع عشان الاعياد، كل سنه وحضرتك طيبه. حضرتك بخير يا دكتور. واتمنى اشوف والدتي واخواتي لان سفرياتي كتير، لكن انا ببقى سعيد دايما لما اشوف مصر، لان هي مصر اللي اتعلمت فيها طبعا هنقول الاساس والمبدا، ويمكن اول حديقه حيوان اتعملت في العالم اتعملت في مصر ايام الملكه حتشبسوت، فمصر ليها تاريخ كبير، واتمنى من الاجيال اللي جايه انها تهتم فعلا بالوايلد انيمال او الحيوانات البريه والحياه البريه، لان ده شيء مهم جدا لبلدنا وللبلاد اللي حوالينا وللاجيال اللي جايه. ان شاء الله في مره تكون موجود في القاهره، ونسعد ونتشرف بوجود حضرتك معنا في الاستوديو، واشكرك شكرا جزيلا. شرفني يا فندم، انا بتحقق شرفني ان انا اكون مع حضرتك. شرفني. ومع الزملاء اللي مع حضرتك. شكرا. دكتور امير خليل كان معانا عبر زوم من فيينا. دكتور امير هو طبيب بيطري متخصص في انقاذ الحيوانات في مناطق الكوارث والحروب، عضو في منظمه الخالب الاربعه.
هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنتحدث عن قطاع غزة. قطاع غزة اللي تحول بأكمله إلى أرض لا تصلح للحياة، دي طبعا العبارة اللي وصفت بها منظمة الصحة العالمية الوضع في غزة بعد ما يزيد عن 200 يوم من الحرب، حرب الهمجية اللي بيشنها الاحتلال الإسرائيلي على أبناء القطاع. على مدار 200 يوم من الحرب في الكثير والكثير من القصص المأساوية، ألاف من الشهداء، ألاف من المصابين، ألاف من المهجرين، دمار طال كل شيء. واحدة من القصص الإنسانية الصعبة كانت رحلة ضيفتنا اللي هتكون معانا بعد شوية في الاستوديو. رحلتها بدأت من 7 أكتوبر لما اتغير كل شيء داخل القطاع، اتغير البيت، اتغير الحياة، اتغير كل شيء، وبدأت انها تنتقل من مدينة للتانية حتى استقرت في مدينة رفح اللي كمان مهددة في هذه اللحظات بالاجتياح من قبل قوات الاحتلال. قصة طويلة عاشتها ضيفتنا اللي حضراتكم يمكن تقريبا يوميا كانت معانا منذ بداية الحرب على التليفون، هنا عليوة الصحفية من قطاع غزة اللي كانت على طول معانا في اتصالات هاتفية. يا هنا احكي لنا ايه الوضع الميداني، يا هنا احكي لنا ايه الوضع الانساني. هنا اخيرا استطاعت ان تخرج من القطاع، ليه وازاي وايه اللي حصل خلال 200 يوم الماضية؟ هنسمع حكايات حية من شاهدة عيان كانت واحدة وما زالت طبعا واحدة من أبناء القطاع، هتحكي لنا قصص كثيرة. هنا عليوة من غزة بعد قليل. استكمالا لطبعا النجاح اللي مصر عملته خلال السنوات السابقة فيما يخص التعامل مع فيروس سي، وده مجهود كبير الحقيقة كان يعني على مدار قرب 10 سنين كل من تولى وظيفة وزارة الصحة في هذا التوقيت كان ليه بصمة وكان ليه دور كبير، ولكن كان دايما عندنا التحدي الكبير هو ان احنا عشان نصل الى النجاح ده لازم نحافظ عليه. الحفاظ عليه هو اصعب من النجاح في حد ذاته، وده من خلال اولا علاج ما ترتب عنه عبر الزمن وعبر السنوات، وده كان فكرة الاتفاق مع اللي احنا بنوقعه النهاردة من خلال دعم برامج التدريب الاكاديمي من شركة أسترازينيكا ودعم الاجتماعات المتعددة التخصصات اللي بنسميها الام دي تيز، وايضا تغطية مالية لحملات توعية علشان نقدر نوجهها لكل ال 130 او ال 140 الف اللي احنا بندور عليهم علشان نقول لهم تعالوا لو سمحت، ونحاول ان احنا ندخلهم في برامج العلاج سواء العلاج المناعي المتقدم اللي بيقدم من خلال شركة أسترازينيكا او اي علاج تاني مصر ما بتبخلش عليه في لولادها كي ايا كان سعره. هذه المبادرات الرئاسيه للكشف المبكر بتساهم بشده على العلاج السريع للمريض او المريضه، وبتخلي نتائج العلاج اكثر فعاليه واكثر تاثير. المبادرات بتدي الفرصه ان المريض يروح المراكز الطبيه او وحدات طب الاسره او القوافل بتاع الكشف الطبي او الكشف المبكر، يروح وياخد ويتم اكتشافه مبكرا وتوفر له العلاج وتتابع هذا العلاج. بمجهود الدولة المصرية ووزارة الصحة والسكان وطبعا مبادرة 100 مليون صحة والقيادة السياسية، قدرنا ان احنا نوصل للمستوى الذهبي لان مصر تبقى اوردد او ان تاخد المستوى الذهبي منظمة الصحة العالمية للقضاء على فيروس سي. فده طبعا نجاح غير مسبوق، وهنا دورنا النهارده ان احنا نكمل الرحلة مع المريض المصري. عشان كده احنا النهارده بنطلب شراكة استراتيجية مع وزارة الصحة المصرية، هي معا لبر الأمان. وهذا البروتوكول هو نموذج للشراكة بين القطاع العام والخاص، وهي طبعا الهدف الأساسي لهذا البروتوكول هو زيادة الوعي بشأن سرطان الكبد في مصر والعمل من أجل أهداف تالية، وهي الكشف المبكر عن السرطان، إدخال أحدث العلاجات في هذا المجال. وتعتبر شركة أسترازينيكا من الشركات الرائدة في هذه العلاجات، بالإضافة إلى الإسهام الإيجابي في مبادرة 100 مليون صحة. Healthy lives here within Egypt. تنضم لينا الزميلة والصديقة الصحفية هنا عليوة من داخل القطاع.
الحمد لله نحن عايشين، عايشين يعني قلوبنا تنبض لا أكثر ولا أقل. وصلنا لمرحلة التقشف، وأعتقد أن غزة على مشارف المجاعة. ما يشاهده الإعلام في العالم لا يتجاوز 30% مما يحدث في قطاع غزة. قصص كثيرة يا إيمان ربما لم تخرج للإعلام. حرق المنازل في قطاع غزة، أصبح كل منزل يحتوي على ما لا يقل عن 10 عائلات. وصبحا الشهداء هم من ارتاحوا ونحن من نعاني. الزميلة والصديقة العزيزة هنا علي، وكانت معنا يمكن على مدار الأشهر الماضية كانت الصوت اللي بيصل لينا من داخل قطاع غزة علشان تنقل لنا الوضع الميداني والوضع الإنساني. وفي بعض الأحيان ما كناش بنعرف نوصل لهنا بسبب يعني انقطاع الاتصالات، بسبب مشاكل، بسبب أن هي شخصيا بتنتقل من منطقة لمنطقة. فكانت هنا دائما هي الصوت اللي بيصل لينا من داخل القطاع. هنا النهاردة معانا في القاهرة. هنا علي وصحفية من داخل قطاع غزة، أولا أهلا بيكي وحمد لله على السلامة. يعني ربي يسلمك، نحن أخير. نجونا. أنا مش عارفة يعني مش عارفة أبدأ معاكي منين، يعني أبدأ من رحلة الخروج ولا من بداية الحرب ولا من الوضع اللي عشتوه خلال الـ200 يوم اللي فاتوا. يمكن حتى أنا لحد الآن مش قادرة أحدد شو نوع الإحساس اللي أنا موجودة فيه أو أنا وين، لسه خارج نطاق الاستيعاب، خارج نطاق الإحساس، خارج نطاق مش عارفة أنا وين لحد الآن صدقا. يمكن مرهقين لدرجة كبيرة جدا، أكبر من أي عقل ممكن يستوعبها. كمان مش موضوع أنه إحنا نجونا من المنطقة الجغرافية معناته نجونا، يعني خلاص يعني إحنا نجينا وهيك، ما زالت أرواحنا معلقة طبعا داخل القطاع. سايبين عائلات طبعا عائلتنا الكبيرة كلها، ماما، أخواتي، بقيت أهلي، بقيت عائلتي، أهل زوجي، الكل موجود هناك. كيف عاملين؟ يعني حتى إحنا لما بلشنا أنه نمارس الحياة الطبيعية العادية مش قادرين نستوعبها، لسه مش حاسين طعم للأكل، مش حاسين طعم لأي شيء، مش عارفين ننام، لسه مرعوبين من صوت الطيران العادي اللي في الجو. أنا بصحى بشوف أشياء في السماء، في سقف الغرفة، هيك أشياء غريبة. يعني كل واحد همه على قده صدقا يعني. لكن إحنا بنقول الحمد لله يمكن نجونا بأرواحنا وأنفسنا وأجسادنا كمان الحمد لله، لكن أرواحنا فعلا مصابة. هنا بزوجة صحفية، أم لثلاث أطفال، وكنت عايشة حياة طبيعية جدا داخل القطاع، وبعدين فجأة إيه اللي حصل؟ يوم 6 أكتوبر صدقا كان يوم زحمة في قطاع غزة، عند الجميع، عندي، عند صديقاتي غزة، كانت مليانة الشوارع ناس، مليانة الأشياء حياة، كانت المدارس لسه بادئة جديد، بنجهز للمدارس وبنجهز للموسم الصيف وبنجهز لكتير أمور، عادي، حياة طبيعية طبعا. النوادي، الأطفال، المعاهد، المراكز، كل شيء كان جميل. كنا في فرح يوم 6 أكتوبر، فرح بجنن. بعدين سهرنا على البحر، بعدين روحنا عادي، عملنا مقلوبة، يعني كان يوم جميل جدا. صبح صحينا بنلبس للمدارس، لسه بنلبس الساعة 6 الصبح، كل شيء انقلب، بطل حدا فاهم شو اللي قاعد بصير. احنا بس سمعين اصوات وبنسمع انفجارات، ما حدا فاهم شو اللي فيه، مش فاهمين الاشياء هذه طالعه ولا نازله ولا شو اللي قاعد بصير. صدقا الصغار بيحكوا شو هاد يعني شو في. فجاه قررنا خلص كل واحد مكانه، ولا حدا يطلع ولا حدا يتحرك، وبلشت تيجي رسائل من المدارس، ما حدا يطلع، ما حدا ينزل، ما حدا يعمل، خلينا نشوف. احنا في منطقه تل الهوى، من اول المناطق اللي تم استهداف بعض النقاط فيها. يعني من أول يوم بلش يفوت على بيتنا الركام ويفوت على بيتنا الشظايا ودخان الأماكن اللي استهدفت قريب منا. لكن بعدها خلص كل إشي هيك نعمل له توقف مؤقت. طب شو بدنا نساوي يعني، بطل حدا فاهم. وبلشنا نستقبل مكالمات التحذير والإخلاء، ونطلع بالليل على المستشفى اللي جنبنا نجري نخلي فيها. الأطفال خايفين، إحنا الكبار كنا نخاف، مش فاهمين إيش فيه.
وتوقعنا يوم يومين ثلاثة كالعادة يعني، بس على ما يبدو أخذت من عمرنا عمر. وهذا فعلا يلي صار، قاعدين طبيعي وسهرانين وفرح وكده، وبعدين فجأة أنت يعني أم وزوجة أنت مش فاهمة أي حاجة. امتى بدأتي تخلي البيت؟ امتى بدأتي تتحركي؟ مش مجرد ان انت سامعه حاجات او في تحذيرات، لا انت نفسك بدأتي تسيبي بيتك، ودي حاجه كبيره قوي انك تسيبي البيت وتبتدي بقى تشوفي هتروحي فين. طبعا كان الايام الاولى كانت كالعاده تيجي مكالمات على الجيران على اماكن المجاوره لنا، اخلوا فننزل نجري بالشارع. انت حرفيا لحظتها تختصري كل بيتك وكل حياتك في شنطه، كل ما تملكي في شنطة، وممكن تنسي كتير من الأشياء المهمة اللي انتي خدتوا. ايه اول ما قليتوا تنزلوا من البيت؟ اوراق، اغراض مهمة، لابتوب عليه قليعني يعني بدنا نشتغل، بس كم لبسة للعيال لانه احنا طالعين نجري رجعين بعد كم بعد شوي يعني بعد كم يوم. طبعا رجعين خلص، شنطة صغيرة فيها كل اشي، كل واحد حامل شنطة صغيرة بظهره، ليما حطي لبسة، فؤاد حط لبستك ويك واطلعوا اجروا. هذا هو. أنا شخصياً طلعت من البيت نسيت أخذ كل الأوراق المتعلقة بدراستي، بشهادتي، بشغلي، بشركتي، ولا ورقة معي، ولا ورقة. يعني مثلاً لو قالوا لي هاتي شهادتك أنا ما عندي، والجامعة اللي كنت أدرس فيها أو خلصت منها راحت، من وين نجيب؟ فأنت بدك تختصري حياتك في شنطة أو في فايل، فما مش سهل، مش سهل أبداً. طب وبعدين يوم الجمعة 13 أكتوبر اغلب الناس اللي بغزه نزحت على الجنوب، وانتي خلاص مشيتي سبتي البيت ومشيتي من بدايه الحرب، واخذنا ابسط البسيط يعني، مش بس انا، احنا والعيله كلها، اخوان احمد كلهم، اخوان زوجي، توجهنا على رفح عند بيت منزل صديق لنا. طب حنقعد شويه، بس قبل ما اسيب جزئيه البيت، لان احنا معانا، انت بعت لنا صور لبيتك صحيح، وهنا يعني سيده فلسطينيه، والسيدات في غزه معروفين كده حلوين كده ونضاف، بيحبوا بيوتهم وبيوتهم، وانا دخلت بيتك، بيت حلو وريحته حلوه ونضيف، وست كده يعني ست حلوه كده. فده كان صور بيت هنا عليه قبل القصف. دي مين في البيت؟ ليليا، هذه الصغيره ليليا. بتضيفني كانت بالصالون، بتقولي تعالي يا ماما اضيفك. بيت عامر بالحب، وفي صحيح اطفال، وفي فرش بسيط وحلو، هن بمستقبل رمضان، وكمان رمضان فكان في استعدادات. بنعلق شكل البيت. طبعا. وبعدين بعتوا حد يصور البيت بعد هلا القصف. بعد ما نزحنا كان صعب انه اي حدا يوصل منطقه تل الهوى بالقرب من مستشفى كانت القدس، داست خالص. ايوه يعني البيت اللي ما انقصف اتدمر او انحرق او انسرق. هذا البيت، هذه نفس الزاويه اللي هلا صورت لك اياها. طبعا انا كل ما بشوف هذه اللقطه بشم ريحه البيت محروق. ولما بعتوا لي اياه اول مره الفيديو حذفته، وقبل شوي رجعت طلبته. ما بحب ارجع اشوفه، خلص ما بدي اشوفه، وكل شيء انا بشوفه كنت بحذفه. انا رافضه كل شيء، ما بدي اصدق. حتى لدرجه صرت عودت عقلي انه يتناسى، صرت انسى كل شيء، أتناسى أسماء الناس، أتناسى التفاصيل، أتناسى كيف كان. شوفي كيف هذه الغرفة كانت مليانة أغراض، غرفة فؤاد، هون كان في أحواض سمك طول الليل نتفرج عليها، هون في هذه أوضة ليما، أوضة بنت كيف بدها تكون، مليانة ألعاب لونها بينك، كل الدمى والدباديب وكتبها ورواياتها، هون غرفة المعيشة. فهو البيت إجاله قذائف فانحرق بالكامل ولا شيء ضل. أنا أسفة أن أنا بنعرض الحاجات دي، لكن ده ضروري أن يعني العالم كله يعرف. وأنا عارفة أن أنت بتدويني كل ده، وفي ناس بتتابعك، وفي ناس بتشوفك حتى على السوشيال ميديا، أنه الأعداد اللي احنا كل يوم بنقولها، مش عارفة، الألاف من الشهداء، الألاف من المصابين، الألاف من النازحين، هي في الآخر هي ناس حقيقية، هي مش أرقام، هي طبعاً. قصص فيها، كان فيها حياة، كان في بيت، كان في مستقبل، كان في أطفال. مجرد قذيفة اترمت على هذا البيت، حولت البيت من البيت العامر اللطيف الحلو الجميل اللي فيه ألوان حلوة إلى ركام وحطام وكله انتهى. طيب رحتي رفح، يعني هربا بقى نزوحا الى رفح، ايه اللي حصل في رفح؟ واحنا بالطريق، مع انه كان عاملين ممر امن، انتوا مروا من هذا الطريق
وغالبية العاملين كان يومها خصوصا بالمؤسسات الأجنبية بينتقلوا عبر هذا الممر الآمن. هو كان يوم معروف، يوم النزوح المؤسسات الأجنبية والعاملين في المؤسسات، والمؤسسات أمنت أماكن لبعض الناس وإحنا نزحنا في معية الأصدقاء. قدامنا انقصفت شاحنة كبيرة حاملة ناس. هلأ الناس عشان ينتقلوا من مكان لمكان كانوا يختاروا شاحنة عشان يكون عدد كبير ومعهم أغراضهم إيش بيقدروا يحملوا من البيت. فانقصفت قدامنا شاحنة واستشهدوا فيها ناس، هذا وإحنا ماشيين في الممر الآمن. فكان زي هيك. طبعا لما وصلنا صدقا الأطفال كانوا مفكرين أنه إحنا رايحين رحلة أو طلعين من مكان، كتير كانوا هيجين وبينطوا مفكرين انه احنا رايحين رحلة شاليه. طلعنا من مكان رايحين لمكان، لكن صدقا ما كانت مدينة رفح هي المنطقة الآمنة او المنطقة اللي كما يروج لها انه هي منطقة آمنة لا، الاستهدافات دائما. لما وصلنا رفح بلشت تيجينا اخبار من غزة، طبعا مش الكل نزح، أخبار مؤسفة، استشهاد أصدقاء، استشهاد أقرباء، استشهاد زملاء، استشهاد حتى الشجر استشهد. فكانت مؤسفة ومؤلمة، كل شيء كنا نسمعه من بعد كان مؤلم. هذه الدوامة خلتني أفوت في قوقعة أنا مش قادرة أستوعب، لأن لا قادرة أطلع أشتغل، لا قادرة أطلع أفهم. الاتصالات بتعزلنا عن العالم، وكانت هذه كمان مؤثرة جدا. تعرفي قطعة الاتصالات اللي كانت الفترة وجربتيها معي، ما كنت أقدر أطلع معاكي، صوت الزنانات كانت تخلينا نفقد عقلنا عن جد. يمكن أنا كنت أحب أحكي مع أي حدا خارج دوامة غزة عشان أحافظ على ما تبقى من عقلي، وكنت تحسي يمكن أحيانا ما كنت أحب حدا يسألني كيف أنتو ابدا، ما كنت ابدا. بتبعتي رسائل فيها انك عايزه ايوه اخلق بهجه من روحي او امل غصب عن كل شيء. يتصلوا علي زملاء، اطلع اشتغلي، اطلع اعملي افلام، اطلع مش عارف شو، ما متصوره او متخيله انه اللي قاعد بصير هذا طبيعي وحقيقي او في عقل يستحمله. عملتي ايه مع العيال يعني الاطفال؟ ارهقوني جدا، ارهقوني. ازاي قدرتي تخليهم؟ طب احنا قولي يعني ممكن نستوعب ده الى حد ما، لكن الاطفال الصغيرين احيانا بنقول انه الاطفال بعمر مثلا الصغار تقدر تحلي مشاكلهم، يعني تتحكي عليهم بكلمتين مثلا. الكبار وضعهم اصعب، لكن احنا اكتشفنا انه حتى الصغار صاروا يعرفوا تفاصيل التفاصيل. يعني ممكن انت تشوفي اطفال يسمعك شو صار بالمنطقه الفلانيه، طفل صغير ممكن عمره 5 أو 6 سنوات، لكن الكبار يعني ليما وفؤاد واعيين جدا، وكانوا من الاطفال اللي نشطين بالمجتمع. فؤاد ليما 16 وفؤاد 13 وليليا 9، كانوا كمان هم من النشطين في المجتمع، في المعاهد الموسيقى وفي مراكز الانجليش وفي النوادي وفي كل مكان موجودين، ودائما وقتهم مليان. فجاه تقوقعوا بغرفه، تقوقعوا ببيت صغير. هذه في النزوح يوم العيد، ده المكان. فؤاد احيانا احيانا يعني انه ماما خلص، دايما نرفوز دايما مخنوق. كتر خيره ان هو استخدم منيح. ليليا ما بتنام الا وانا ماسكه ايدها، ولحتى الان هي بتشوف، هي تاثرت بمواقف معينه ما بدي احكيها لانها سمعاني هلا، فانا ما بدي احكي، بس هي تاثرت. هي تاثرت وانا كمان تاثرت بمواقف معينة خلتنا انه احنا دايما خلص بدنا نضل مع بعض. كيف احنا مش عارفين المكان. انتوا كنتوا قاعدين فين بقى في رفح؟ انا شايفه مكان يعني صحيح، هو مكان بسيط هو طبعا اما خيمة الناس بتقعد او في بيت مش جاهز، يعني بس مجرد حيطان. يعني هو بيشبه الخيمة، هو بيشبه كل شيء الا البيت. مش حياة سهلة، وبتلاقي موجود 30 واحد عايشين في مساحة كتير صغيرة، في مساحة ممكن تكفي 3-4 أشخاص بالوضع الطبيعي، لكن ما في بديل. يعني هذا الموجود ما في بديل، لازم 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 إحنا نكون عايشين هذه الحياة. ولحد الآن كل الموجودين يعني أهلنا وضعهم مؤسف، لكن شو طالع بالإيد؟ إحنا أولادنا كبار، أخذنا قرار السفر لأنه إحنا بدنا ننجو بأطفالنا. يمكن أنا لفترة بعد انقطاعي عن العمل أو يعني بعدي عن العمل الإعلامي
كنت احيانا التهي انه اساعد بعض الناس اللي محتاجين بعض الاشياء، يعني اعمل مبادرات انا وصديقاتي سيدات الحوامل، حاجات انسانيه. ايوه سيدات الحوامل، اشوف شو احتياجاتهم، احاول اتحرك شوي. كمان انت يعني صحفيه وفي غزه، وشفنا طبعا المآسي الكثيره اللي حصلت لزملاء صحفيين، منهم طبعا وانا عارفه ان هو صديقك بشكل كبير وائل الدحدوح. صحيح. ده يعني تحمل الكثير والكثير الحقيقه. صحيح. بزملاء هشام زقوت، عدد كبير جدا من الزملاء الصحفيين اللي سواء فقدوا احبائهم، فقدوا، تعرضوا هم نفسهم للقصف. ازاي كنتوا بتتعاملوا مع ده؟ كل شيء كان صعب، كل شيء كان فوق التحمل او فوق الاحساس. قلتي لي ان انت اول يوم كنتي تنزلي او قررتي ترجعي الشغل. صحيح. حصل ايه؟ ب ب ب باصرار كبير من الزملاء حكوا لي اطلعي اشتغلي، اطلعي اشتغلي، اقول لك قالوا لي اطلعي معانا، اطلعي معانا. زملائي عدنان ومحمود واسماعيل، اطلعي معانا، زملائنا في البي بي سي. طيب طلعنا اول يوم، انا طلعت التجمعات الصحفيين كانت بشكل دائم بالقرب من المستشفيات عشان توفير الكهرباء وعشان نوصل كمان للشهداء، اسماء الشهداء، ونقدر نوصل لمعلومات. فكانوا بجوار المستشفيات، بجوار مستشفى النجار. انا واقفه على باب المستشفى، فجاه شهيد مجهول الهويه، شهيد مجهول الهويه، وبفوتوا في المكان. فأنا مر الشهيد بسرعة من جنبي، لقيت جاي زميلنا هشام زقوت بيجري. شوفي هشام أول ما شافني ما عرفني، إحنا كنا نلتقي بشكل دائم، وفات يجري، وأنا رحت وراء أشوف مين الشهيد اللي أول مرة بحياتي أنا أشوف شهيد، حتى كتبت عنه أول مرة أشوف شهيد بعيوني، لأن أنا مش كتير متخصصة بموضوع متابعة الأخبار والشهداء أنا بحب القصص الأمل، هذا اللي دائما ببحث عنه. تقريبا دخت مكاني وصبت بانهيار، يعني أول مرة أنا أشوف شهيد. ويطلع حمزة صديقنا وابن صديقنا، وائل صديق العائلة، حمزة وائل الدحدوح، حمزة وائل الدحدوح. فكان يومها، وبعديها عرفنا أنه صديقنا الثاني مصطفى معه، وحازم. ليش هيك بصير يا ربي؟ هدول أصدقائنا، يعني شباب صغار، أنت عم تحكي عن شباب بالخمسة وعشرين، وحمزة كان متزوج جديد، يعني لسه ما عمل شيء من حياته. فرجعت بدي أهرب تاني، لكن إصرار الزملاء أنه اطلعي. بعدين صار أنه في فرصة أنه أنا، طب لمتى حنضل هيك؟ طيب في رفح وقررتوا عشان خاطر الأولاد أن أنتوا عايزين تطلعوا من المأساة الإنسانية اللي أنتوا عايشين فيها. هتكلم على فكرة الخروج وإيه اللي حصل لغاية ما وصلتوا مصر، بس هستأذنك يعني هنطلع لفاصل وبعدين نرجع نسمع ونكمل. من الحاجات اللي كنت دايما بفكر فيها هنا الأكل، بتاكلوا إزاي؟ أنت عندك أطفال محتاجين ياكلوا، حد تعب محتاج علاج، كنت بتعملي ايه في القصه دي كأم؟ كل شيء كان صعب 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 صعب، لدرجه انه لو لقيتي شيء حيكون سعره اضعاف مضاعفه عن سعره الطبيعي، وانت حرفيا دفعتي كل ما تملكي من مال، زي ما بنقول تحويشه العمر، على علب التونه ومعلبات الفول والجبنه. على الناس اللي عندهم اطفال دفعوا مصاريف خياليه على البامبرز وعلى مستلزمات الاطفال الرضع. انت بتحكي عن باكيت بامبرز يتجاوز $50. ده كان بيبقى موجود اصلا؟ اذا كان موجود صاروا يدوروا على بدائل، تفاصيل كتير. الاكل كمان لولا المؤسسات الاغاثيه، لولا مثلا المؤسسه اللي كنت الاغاثيه اللي كنت شغاله معها دبليو سي كي، كانوا يعملوا وجبات اكل بالعشرات الالاف باليوم تتوزع على النازحين وعلى الناس. ما فيش حدا في رفح تقريبا ما استفاد منهم، لكن اي شيء كنت انت تحتاجيه كان تلاقيه بصعوبه، وقد ما كان يجي مساعدات ابدا ما بتكفي. رحله الخروج من رفح والوصول الى رفح المصريه ثم الى العريش، احكي لي على التجربه دي. أنا كنت واصلة لمرحلة إنه خلص أنا ما بدي أسافر، تخيلي. وأحمد وصل لمرحلة عكسي،
هو اللي قرر اخذ قرار السفر. انت ليه بقى جات لك مرحله انك مش عايزه تسافري؟ انا كنت شغلي لما كنت معتزله العمل الاعلامي او ما اشتغلت كتير، اشتغلت مع مؤسسه اغاثيه المطبخ العالمي، حسيت ردت فيا الروح، حرفيا ردت فيا الروح. حسيت انك بتعملي حاجه جدا جدا واهم حاجه عملتها بحياتي، مع انه كان شغلي كمنسق معاهم كوردينيتور، لكن كنت انا في وقت ما اكون فاضي اوقف مع الطباخين، اوقف مع اي حدا بيشتغل، اوقف مع التوزيع واطلع مع كل العاملين في المطبخ. طبعا كانوا ينتجوا وجبات بعشرات الالاف باليوم، يوزعوا مساعدات بعشرات الالاف، لكن اكثر شيء اثر فيا الشغله الاولى لما ودوني على اقرب نقطه موجوده على غزه، على بيتي على البحر. كانت اول مره اشوف البحر بعد 4 أو 5 شهور وانا بيتي كان على البحر اصلا، وأقرب نقطة اللي هي وادي غزة اللي هي المنطقة الفاصلة بين الجنوب وبين غرب غزة وبين وسط غزة. والنقطة الثانية زومي، زومي زميلتنا كانت المديرة الإقليمية لـ WCK في غزة، أحد اللي تم استهدافهم باستهداف الأجانب، 7 أجانب اللي صاروا قبل ما يستهدفوهم بيوم، كانت تسألني عن أطفالي وورجيتها صورهم وهيك. صحيح، هذه زومي إنسانة رائعة بكل معنى الكلمة. يوم هادي قبل هادي الصورة كانت بتقول لي هنا you should go عشان ولادك، حاولي تنجي، هيك كانت تقول لي، حكت لي حاولي تنجي وأنا بوعدك إنه إحنا نضل سوا طول العمر، هيك تخيلي. طب تاني يوم فقدناها، وسيف، سيف الفلسطيني الوحيد اللي كان معاهم، شاب جميل رائع جدا، كان المترجم وسائق معهم لأنه حدا نشيط وحدا جميل، كتير تأثرت فيهم. رجعت مرة تانية في حالة البؤس والنكد، أحمد أخذ قرار أنه إحنا لازم نسافر، لأن أنا كنت أحس بالأمان وأنا شغالة معهم. متخيلة شو صار؟ انقلبت الدنيا، هم نفسهم استشهدوا. صحيح، هم نفسهم هيك صار فيهم، وكان ممكن بأي لحظة أنا أكون معهم لأن أنا كنت مرافقة معهم بشكل دائم. تخيلي، ما في شيء مريح، ما في شيء بسيط. فأخذنا قرار السفر لأن كمان أولادي صاروا لما يشوفوني لابسة اليونيفورم تاع الشغل وللماما لا أرجوكي ما تلبسي، لا ماما خلص خلص ما تلبسي، قررتي تمشي، خلاص قررنا نمشي. يعني أولادنا فاتوا بمرحلة كتير مؤسفة. رحلة السفر ما كانت سهلة، ما كانت سهلة أبدا كقرار تنفصلي عن بلدك عن عالمك في هيك ظرف مش كتير مبهج. يعني سفر سفر مش هذا السفر اللي احنا دائما بنتمناه ابدا. لا مش هيك، وما زالت ارواحنا هناك، لانه زي ما قلت لك قبل كده بقيه العيله هناك، كل العيله. يعني احنا يمكن اول ناس من العيله طلعنا، والعيله كبيره، كيف بدنا نطلع؟ الرحله شاقه، رحله متعبه نفسيا وبكل تفاصيلها، بكل تفاصيلها مرهقه. لما وصلنا يعني مش قادرين نستوعب، ولا حتى لحد الآن، يعني قلنا تقريبا 5 أيام لحد الآن إحنا مش مستوعبين إحنا وين أو شو بنعمل، لسه بنخاف من أي صوت، من أبسط صوت، صدقا من أبسط صوت، أبسط صوت بيهزنا. ما تستهونيش أبدا باللي أنتوا عشتوه، يعني شيء لا صعب لا لا. جدا، وكويس أن أنت لسه متمالكة أعصابك ولسه قادرة تقعدي وقادرة صحيح تحكي. وكل الناس، كنا لسه يمكن بنتكلم قبل البرنامج، انه كل الناس اتصابت بشكل او باخر، محدش عدى سليم من القصه دي. لا طبعا، محدش في، متهيألي محدش في العالم كله عدى سليم. طبعا ابناء غزه دفعوا الثمن كله، لكن الناس كلها حتى اللي بتتابع من بعيد عندها مشاكل نفسيه بسبب اللي شفناه، فما بالك اللي عاش ده. بس اتمنى انه، يعني اتمنى كل يعني الخير لغزه في الفتره الجايه. بتفكري في ايه؟ بتفكري هتعملي ايه؟ هتعملي ايه مع نفسك، مع اولادك، مع حياتك؟ يمكن كانوا الاولاد هم اهم سبب انه نحن لازم نكمل او لازم نشوف الافضل، يعني خصوصا انهم شباب، يعني ما ضل مدارس، ما ضل حياه. عارفة إيمان، لما قررت أنه أنا أطلع أشتغل، يمكن أول شغل وآخر إنتاج اشتغلته، أنتجت فيلم واحد، كان الفيلم اسمه لا. هذا الفيلم بيحكي قصتي، شو أنا موقفي من هذه الحرب، شو أنا موقفي من الشغل، شو أنا موقفي من كل شيء صار معانا.
انتجت قصتي كيف انه انا كنت اتعامل مع القصص اللي انا شفتها، انا كنت رافضه كل شيء بصير. انتجت هذا الفيلم ضمن مشروع اسمه المسافه صفر. هذا المشروع بيحكي عن كيف انه احنا، هذه لقطات من الفيلم، كيف انه احنا بعض المخرجين قرروا ينتجوا قصص لها علاقه بامور ما حكاها الاعلام، امور غريبه. يا زي ايه؟ قصتي بتحكي عن انه انا مخرجة ما بدي اشتغل عن الاستهداف، ما بدي اشتغل عن القصف، ما بدي اشتغل، بدور على شيء مبهج عكس كل شيء، شيء مبهج في وسط كل هذا. وكان صعب، كان صعب جدا. فاخترت اعمل على الموسيقى، اخترت اعمل عن فرقة موسيقية بتنتج وبتغني في خيمة، وحاليا هم موجودين بقطر. فرقة موسيقية رائعة، طلعوا يعملوا مهرجان موسيقى في قطر، يعني مش فكرة سهلة. هدول أطفالي، إحنا عيلة بنحب الموسيقى وبنحب البهجة وبنحب الأمل. كان هذا الكورال بيغنوا فيه بناتي التنتين، فكانت الأمور بتتضارب. أحد المخرجين عامل قصته عن كيف هي مخرجة كيف بترقم عادة استخدام المياه أكثر من مرة، قصة تانية عن حدا بينام في كفن عشان يتدفى. أنا كنت دايما بقول يا هنا أنه الشعب غزة هو شعب محب للحياة عكس كل جداً. الحاجات اللي البعض كان بيصدرها، لكن أنت طبعاً. شعب محب للحياة في الآخر. هنا علي يعني الحمد لله على السلامة يا هنا، وإن شاء الله كل الحرب دي تنزح وتنتهي قريبا، وترجعي تعملي بيت أحسن وأجمل من الأول، ويا رب كل الخير ليكي ولكل اهالينا في غزه وفي الاراضي المحتله كلها. يا شكرا رب. يا هلا تسلمي لي، شرفتينا، شرفتي مصر كلها. تسلمي لي يا رب. كمان بشكر حضراتكم، ان شاء الله اشوفكم بكره ودايما التقي بكم على خير. الى اللقاء.